ضيوف الكرام، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الهلالي وزير الثقافة، وفي إطار نشاط المجلس الأعلى للثقافة وأمينه العام الأستاذ الدكتور هشام عزبي، نتشرف لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالترحيب بالضيوف وبالترحيب وبالترحيب بالأستاذ الدكتور إسحاق عدنان عميد معهد الدراسات الخطية، وتتناول هذه الندوة محطات زيارة العائلة المقدسة. لو سبق القول أن مصر هي مهد الحضارات، فهي أيضا الأرض المباركة التي حباها الله بزيارة السيد المسيح ووالدته العذراء مريم ويوسف النجار، التي أمره الله عز وجل طبقا لما جاء في إنجيل متى: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. فجاءوا إلى مصر وأقاموا بها قرابة الأربع سنوات أو ثلاث سنوات ونصف، وتنقلوا في أجرائها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. ولكل هذه الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة وضعا خاصا تحكي عن التقاليد الشفهية وكتابات الرحالة والمؤرخين، وتقام فيها في الكنائس والأماكن ذات الوضع المقدس أو يهمني في هذه الندوة إبراز ما محطات هذه الزيارة، أهم الآثار المرتبطة بها على مر العصور وفي الفترة اليونانية والرومانية في الفترة الإسلامية، ويهمنا أيضا اليوم كيفية تنمية هذه المواقع، تنمية سياحية لجذب السياحة لها، بما أنها ميزة تخص مصر فقط. يسعدني الترحيب بالأستاذ الدكتور إسحاق عميد معهد الدراسات القبطية، وأتمنى يعني هذه الندوة تنال رضاكم وإعجابكم، وفي نفس الوقت يعني أعتقد حضرتك تبتدي تدينا يعني تكون الكلمة الأولى لسيادتك، ومرحب فيك عضوا معنا في هذه الندوة. تفضل حضرتك. شكرا كثيرا المجلس الأعلى للثقافة، لجنة التاريخ والآثار، شكرا للأستاذة الدكتورة علا العكيزي رئيس اللجنة، وأشكر أيضا سيادتها على زيارتها لمعهد الدراسات القبطية في شهر يونيو الماضي. شكرا للجهود الكبيرة والعمل الدؤوب من أجل ترسيخ الثقافة المصرية بخصوصيتها الفريدة. تلك الخصوصية المصرية الفريدة تجمع الثقافات والحضارات في بوتقة مصرية خالصة، تكون مخزون ثقافي وحضاري زاخر بالتنوع والتعدد، مخزون ثقافي وحضاري في داخل الشخصية المصرية. هذا المخزون الحضاري للشخصية المصرية ينبع منه قيم إنسانية وروحية وتأثيرات ثقافية وحضارية. وفوق روابي ووديان أرض مصر الطيبة وعلى ضفاف نيلها العظيم، استقبلت أرض مصر العائلة المقدسة في وقار وترحاب، ووجدت العائلة المقدسة في أرض مصر المباركة الأمن والاطمئنان والحماية، وما زالت أرض مصر المباركة تحمل ذكريات وبركات هذه الرحلة التاريخية الفريدة. رحلة العائلة المقدسة امتدت في مصر طولا وعرضا، يعني يمكن حوالي 2900 كيلومتر، واستمرت حسب البردية اللي نشرتها جامعة كولن الألمانية، استمرت الرحلة
ثلاث سنوات و11 شهر حسب هذه البردية، وكتب المؤرخين قالت ان هي تزيد قليلا عن ثلاث سنوات ونصف. مسار العائلة المقدسة يقدم تراثا انسانيا فريدا، والهروب الى ارض مصر هو هروب الى التمام، ومسار العائلة المقدسة شاهد على التسامح والتعايش في امان واطمئنان بين سكان مصر ومواطنيها منذ القرون الاولى وقبلها وبعدها. من محاور رحلة العائلة المقدسة طبعاً الآثار والتاريخ والثقافة أيضاً. الثقافة محور من محاور موضوع رحلة العائلة المقدسة. الثقافة محور هام، وكما قالت الدكتورة علا التنمية أيضاً، التنمية المستدامة محور هام. الإدارة الرشيدة للتراث الحضاري والتراث الثقافي. شكراً لكل جهود الدولة حقيقي، في جهود كبيرة من وزارة السياحة والآثار، وزارة التنمية المحلية، وزارة الثقافة، وزارة الخارجية، لسه أول امبارح كانت وزارة الخارجية منظمة لقاء لسفراء أمريكا اللاتينية عشان موضوع العائلة المقدسة. أيضاً المحافظين كل في محافظته يعملون، اللي هم المحافظات اللي فيها نقاط خاصة بالمسار. الكنيسة المصرية أيضا لها جهود ولها تعاون مع كل الوزارات والهيئات، وأيضا المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني لها دور كبير في العمل من أجل تنمية مسار رحلة العائلة المقدسة ورفع كفاءة مواقع الرحلة. وبدنا في لجنة التاريخ والآثار، رحلة العائلة المقدسة هي حقيقة تاريخية وهي حقيقة أثرية. حقيقة تاريخية أوردتها المصادر التاريخية، يعني في المصادر القبطية وفي المصادر العربية أيضا وفي المصادر الغربية بلغات متعددة، الميامن، المخطوطات، النصوص، الترجمات بلغات قديمة وحديثة. كل ده بيدخل في مجال المصادر التاريخية، أنها حقيقة تاريخية وردت في مصادر تاريخية قديمة. النقطة الثانية أنها حقيقة أثرية، يعني تركت الرحلة آثارها الباقية حتى اليوم. يعني بنلاقي في مغارات موجودة في أماكن متعددة، في آبار، في أشجار زي شجر مريم، في أحجار زي الحجر الموجود في سخا، وأقيمت في تلك المواقع كنائس وأديرة قديمة. فده بيثبت إن في آثار تدل على الرحلة، فهي حقيقة أثرية كما أنها حقيقة تاريخية، وهي أيضا حقيقة كتابية لأنها وردت في الكتاب المقدس كما قالت الدكتورة علا، أنها وردت في إنجيل متى. ومواقع ومحطات هذه الرحلة المباركة نشأ فيها أديران وكنائس قديمة، وتكونت يعني في محطات العائلة المقدسة بنيت كنائس وأديرة، وتكونت حولها حول هذه المواقع مجتمعات بشرية وتجمعات عمرانية وما تبع ذلك من تأثيرات جغرافية وديموغرافية وحضارية وثقافية. يعني كان في تأثيرات حضارية وثقافية للرحلة، منها تأثيرات فنية، يعني اترسم أيقونات، لوحات، أعمال فنية، فنون، يعني تقريباً أغلب متاحف العالم فيها لوحات وفيها أيقونات لرحلة العائلة المقدسة. في أيضاً إلى جانب التأثيرات الفنية هناك تأثيرات أدبية، إن اتكتب ميامر بلغات متعددة، لغات قديمة، في مخطوطات، في نصوص، في ترجمات، في
في تأثيرات أيضا اجتماعية، إن بقى يتعمل في هذه المواقع احتفالات شعبية وأعياد للعائلة المقدسة وألحان ومدائح وطقوس كنسية. يعني رحلة العائلة المقدسة كان لها تأثيرات حضارية وثقافية، فنية، أدبية، اجتماعية. أيضا رحلة العائلة المقدسة لها تأثيرات في تراث وثقافات الأمم الشوق. يعني في الثقافة العربية في كتب كثيرة تحدثت عن رحلة العائلة المقدسة. قديما وحديثا، يعني من ضمن هذه المراجع في كتب التراث العربي والإسلامي، في كتب قصص الأنبياء، في كتاب فتوح المهنسة الغراء، في كتاب فضائل مصر المحروسة لأبو عمرو الكندي، في كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات، في كتاب الكامل في التاريخ، في معجم البلدان، في كتب كثيرة يمكن من القرن الثامن بالنسبة للمصادر العربية والإسلامية اتكلمت عن رحلة العائلة المقدسة. في أيضا في الثقافة الإفريقية وبخاصة الثقافة الإثيوبية عندهم تقديس خاص لرحلة العائلة المقدسة وبييجوا يزوروا الدير المحرة. أيضا في الثقافات الأوروبية والغربية في مخطوطات لاتينية أو مخطوطات أوروبية في العصور الوسطى اتكلمت عن رحلة العائلة المقدسة. الرحالة والزوار يعني من بلاد مختلفة من العالم بييجوا يزوروا مواقع والمحطات المرتبطة بالرحلة من دول متعددة وبيكتبوا انطباعاتهم عن هذه الرحلة. في اللوحات الفنية للعائلة المقدسة في متاحف العالم، في الفنانين العالميين وأعمالهم الفنية، كبار فنانين العالم لهم لوحات عن رحلة العائلة المقدسة. في بلاد كثيرة جدا طلعت طوابع بريد عليها رحلة العائلة المقدسة، يعني لها تأثيرات في تراث وثقافات الأمم والشعوب. والرحلة أيضا لها بركات روحية، أن الحفظ الإلهي أقوى من مؤامرة الأشرار اللي هي مؤامرة هيرودس الملك، وأن التدبير الإلهي فوق التفكير البشري، وقوة العمل الإلهي الذي يستطيع تحويل المشقات والضيقات إلى خير وبركة، وأنه مع مضيف السلام كان صاحب سلام، وأصبحت أرض مصر أرض مباركة يملأ الله أرضها بالخير والسلام والأمان. رحلة العائلة المقدسة أيضا تحمل قيم إنسانية، يعني رحلة العائلة المقدسة توجه أنظار العالم نحو المتأهلين والمهاجرين واللاجئين والنازحين والهاربين من مخاطر الحروب وبيلات الظلم. هذه الرحلة ترسخ فينا قيم إضافة الغرباء وإكرام الضيف، الاهتمام بالغريب والضيف، ومساعدة كل المتألمين والمتعبين والمحتاجين. ترسخ قيم المحبة والرحمة والتعاون والتضامن والتكاتف، منظومة متكاملة من القيم الإنسانية والروحية والاجتماعية. رحلة العائلة المقدسة مبارك شعبي مصر هي سبب بركة لأرض مصر في الماضي والحاضر والمستقبل. في الماضي بركة في الماضي كانت سبب بركة عندما تحطمت الأصنام، وشعر المصريون بقوة العمل الإلهي وأن هناك قوة إلهية أقوى من الأوثان والأصنام. وبركة في الحاضر يوجد تذكارات وأعياد واحتفالات بالعائلة المقدسة وما زلنا نحتفل بها، وهي أيضا بركة في المستقبل.
لأن العمل على الاهتمام بمسار رحلة العائلة المقدسة هو من عوامل الجذب للسياحة الدينية في مصر والتنمية المستدامة. وشكرا لحضرتك. أشكرك وأشكرك على مجيئك وحضورك هذه الندوة. الآن الكلمة ستكون للدكتور عبد الرحيم ريحان. تفضل حضرتك. زي ما قلنا الدعك الميه ليه عشان ما يتكلموش على الميه مره واحده.
فطلعت الميه بعد كده تفجرت المياه. المنطقه دلوقتي كلها منطقه رمليه، فاحنا لازم نشيل الطبقه الرمليه هنوصل لل 12 عين الحقيقيين اللي المؤرخين والكتاب شافوهم مرحله اللي زاروا سينا في القرن 18 19 اتكلموا عن هذه العين. ننزل بعد كده في منطقه هنا اللي هي منطقه سرابيط الخادم، لما قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه، دي المنطقه الوحيده اللي فيها تماثيل في سيناء، والمنطقه دي بمناسبه كلمه سربوط كان عباره عن صخره منفصله بيعملها المصري القديم، تعتبر وثيقه لاعمال تعديل الفيروز، بينقش عليها كل اخبار الحمله، عدد الجنود، حتى المشاكل اللي وقعوها في الطريق، القطع اللي طلعوها وهكذا. فبعد كده طلعوا من المنطقه دي وخدوا المنطقه الساحليه لحد ما وصلوا لطول سيناء اللي هي المحافظه حاليا، وربنا امره انه يصوم 30 يوم عشان يقابل ربنا ويتلقى الالواح. فكان لازم يسيب بني اسرائيل في مكان في مرعى لانه عارف الطجر بتاعها. فالمكان ده بنسميه وادي حضران اللي بتطوره محافظه جنوب سيناء دلوقتي. الوادي ده احنا لسه من اسبوع كنا في هذا الوادي ومرينا فيه كله، ده الوادي اللي عبر النبي الله موسى تلقى الالواح في جبل موسى ورجع تاني عشان ياخد بني اسرائيل بعد ما عملوا العجل، وبعد كده نسف العجل في الميه. طبعا دي قصص ليها تفاصيل كتير مش هندخل فيها عشان مش ده موضوعنا. وبعد كده خدهم عشان يعتذروا لربنا عند الجبل، واستمرت الرحله لحد ما وصلوا الى اعتاب المدينه المقدسه ورفضوا الدخول، فربنا قدر عليهم يتوهوا في المنطقه دي اللي بنسميها منطقه التين 40 سنه. ده طريق الحج المسيحي، الطريق الثاني اللي وصفناه، طبعا هناخده بالتفاصيل، ده طريق عندنا طريق غربي وطريق شرقي، الطريق ده طوله 700 و200 حوالي 900 كيلو عندنا في سيناء، بيبدا من القدس بيدخل معايا بعد كده الى رافيا، بيبدا من رافيا، ونفس الطريق ده على فكره هو طريق العائله المقدسه اللي جت منه عن طريق القدس الى شمال سيناء. رافيا اللي هي رفع، بيلوكرورا اللي هي العريش، وستراسيني اللي هي الفلوسيات، بعد كده القدس، بعد كده بيدخل بلوزيوم الفرمه، بينزل عند سرابيوم الاسماعيليه، بيدخل على كليزما او القلزم اللي هي السويس، بياخد الطريق بعد كده في سيناء الى عيون موسى، وادي غرندل، وادي فيران، لحد ما يوصل الجبل المقدس. الطريق ده كله 700 كيلو، وفي طريق من الغرب بيجي عن طريق الغرب، بيدخل في مجموعه ارضيه وادي حجاج، في صخره مشهوره اسمها صخره حجاج، لحد ما يوصل لجبل سيناء، وده طوله 200 كيلو. وفي مؤرخ اسمه ميخائيل ستون مسح النقوش اللي موجوده هنا في هضبه مشهوره اسمها هضبه حجاج، لقى حوالي 55 نقش ارميني، دليل على ان الحجاج الارمن كانوا بيجوا من القدس الى هذه المنطقه، ولقى بعض النقوش انا ذاهب الى موسى، انا ذاهب الى الحج، يعني معنى كده ان كان سيناء نفسها مقصد الحج، يعني كانوا بيزوروا سيناء لأجل سيناء الجبل المقدس وبعد كده يتجهوا إلى القدس. في ناس كانت بتزور سيناء فقط وبعد كده ما بتكملش، بيبقى مقصد سيناء. طريق الحج اللي هو درب الحج المصري القديم اللي هو بيبدأ من بركة الحج وما زالت موجودة حتى الآن بنفس الاسم، وبعد كده بيدخل على قلعة عروق موجودة قرب السويس، بيعدي القلزم، بياخد طريق وصل سيناء في قلعة مشهورة لحد دلوقتي اسمها قلعة نخل. وصل سينا كان بياخد منها المياه وبيستمد منها المواني، دي كانت سوق تجاري بعتبرها سوق عربيه مشتركه، نخل اللي هي مهمله حتى الان تعتبر سنتر سينا، لان من نخل اقدر اروح جنوب سينا، من نخل اروح شمال سينا، من نخل ادخل طريق السويس واوصل القاهره، بعد كده بيوصل الى منطقه اسمها سطح العقبه الى قلعه العقبه وبياخد الاراضي الحجازيه. بالنسبه للمسارات بدات في اوروبا سنه 85 لما سجلوا طريق اللي هو الطريق اللي هو مشهور جدا اللي هو سانتياغو دي كومبستيلا اللي هو في اسبانيا. الطريق ده سجلوه سنه 85 سجلته اليونسكو بناء على قصه شهيره ان القديس جيمس اللي هو من تلاميذ يوحنا المعمدان قطع راسه او ذبح في القدس، فالملائكه حملت الجسد بتاعه وديته في المنطقه دي، بناء عليها بنيت هذه الكنيسه في القرن التاسع الميلادي، تم تجديدات فيها فيما بعد. طبعا اليونسكو سجلت المكان ده ويعتبروا المكان ده اهم موقع للحج وبيعملوا له دعايه كبيره، احنا طالبنا قبل كده في طريق العائله المقدسه قلنا دي الحج اديله شهاده انه حج. فعلا بيدوا هم
شهاده للحد بس بشرط انه يجي مشي 200 كيلو، يبقى معنى كده هنزور كل المناطق دي لحد ما بيوصل 200 كيلو عشان يدور 100 كيلو، واذا جاب العجله يبقى 200 كيلو، اذا جه ماشي خلاص مش هياخد شهاده، بس هو يبقى زار المنطقه. ازاي بيكسب عنصر الجذب السياحي؟ احنا عندنا خامات طيبه يعني، بس هم بيعملوا من فسيخ شربات، يعني ليه اسبانيا تدخل 50 مليون و60 مليون و100 مليون ليه؟ الفكره ان حاجتين بس هم اللي بينجحوا السياحه في اي مكان، هي خدمات وانسان، انسان بيخدم السياحه، فاحنا لو نجحنا في الحاجتين دول وجمال، اي حد راح اوروبا كلنا سافرنا، اول حاجه بتكسب نظرنا ايه؟ الجمال، الابهار، هو ده فعلا، صناعه الابهار والجمال في كل ده مع المحافظه على التراث بتاعنا نقدر نصنع سياحه. في حاجة تانية طبعاً دي قصة القديس يعقوب اتكلمنا فيها، دي التفاصيل عشان ما ندخلش، أهو شفت الناس أهو ده رايح ماشي وده راكب عجلة عشان يستفيد من الشهادة. في كنيسة اسمها سجرادا فاميليا، العائلة المقدسة، إحنا عندنا العائلة المقدسة وبدايتها والطريق وكل حاجة، الكنيسة دي لوحدها أنا زرتها وقفت ثلاث ساعات كاملة في طابور عشان أزور عشان أشوف إيه اللي فيها يعني. هو إبهار هندسي عمله مهندس اسمه جاودي، عامل له متحف برضه وأنا كمان من حبي للمكان رحت زرت المتحف بتاعه. الكنيسة دي بتجيب إيراد ومسجلة في اليونسكو وهي حديثة، يعني أنا يوم ما رحت كان لسه بيبنوا فيها، وأكيد دلوقتي لسه بيتبني في هذه الكنيسة. فالكنيسة دي مسجلات بتحقق سياحة يمكن 15 مليون سائح، احنا يوم ما وصلنا 14 مليون و8 من عشرة في أعظم ما وصلت إليه مصر بكل مقاومتها السياحية، دي كنيسة واحدة برشلونة بتحقق في الإيراد. أما بالنسبة للحج المسيحي بدأ إزاي؟ طبعا بالنسبه للتراث العالمي مصر مظلومه جدا في التراث العالمي، عندنا 13 موقع فقط مسجلين في التراث العالمي، حتى المواقع المسجله بالجمله يعني اقول لك مثلا منتيس كلها من الهرم الواحد متسجل، النوبه كلها حتى النوبه وسط اسوان، يعني حتى المناطق اللي احنا مسجله عندنا تراث عالمي يعني المناطق بالجمله كل منطقه تستحق التسجيل، كل اثر في مصر انا بعتبره قيمه عالميه استثنائيه تستحق. طب ايه العيب في كده؟ العيب في كده ان احنا لا نجيد، ودي حقيقه عرض الملف، ليس لدينا خبراء يونسكو، لدينا موظفين يونسكو، ودي الكارثه، البلاد كلها بتقدم ملفات وملفات لا تستحق وبتتسجل في اليونسكو، فاحنا محتاجين خبره، واحد يبقى اسمه خبير يونسكو، واخد دورات ويتعلم ويسافر بره وهكذا، ياخد دوره خبير يونسكو نقدر نسجل العرض. دي تفاصيل طبعا للاثار او المسجله عندنا. بالنسبة للتراث ده التراث المادي المشترك اللي هي الخط العربي والنخلة. ازاي بدأت فكرة الحج؟ بدأت فكرة الحج من أيام الإمبراطورة هيلانا أم الإمبراطور قسطنطين، سافرت القدس عشان تدور على رفاة السيد المسيح، وفي الوقت ده بنت كنيسة القبر المقدس اللي هي كنيسة القيامة، وجات في سيناء بنت عندنا اللي هي كنيسة العريقة العليقة المقدسة في حضن شجرة العليقة في القرن الرابع الميلادي، ومن الوقت ده تم إعلان القدس وسيناء كطريق للحج المسيحي، شوف عندنا حج مسيحي من إمتى؟ من القرن الرابع الميلادي، وبدأت تتوافر الزيارات لحد وقت حديث كان فرانسوا ميتران بيجي وبيقعد شهر كامل في دير سانت كاترين، رحلات حج وما زالت مستمرة هذه الرحلات بنفس الطقوس القديمة اللي كانت بتمارس. عندنا الكنيسه دي ما زالت موجوده حتى الان. بس اضيفت اليها هي بلاطات الخزف في الفتره العثمانيه، هنا تحت المسبح ده في بلاطه، تحت البلاطه دي في الجذور الاصليه لشجره العليقه المقدسه الموجوده داخل السيد داخل دير سانت كاترين. لما جه جوستينيان في القرن السادس الميلادي بنى دير طور سيناء، على فكره مش دير سانت كاترين، دير طور سيناء. اتحول الى دير سانت كاترين في القرن التاسع الميلادي بعد العثور على وفاه القديسه على احد الجبال اللي اطلق عليه جبل سانت كاترين اللي هو 2642 متر فوق مستوى سطح البحر، وده اعلى جبل في مصر.
الحج كان بيبدا من منطقه دير ماري مينا كلكم تعرفوه اللي هو 75 كيلو غرب الاسكندريه، والمكان ده كان بيستقبل الحجاج، وفي اماكن خاصه للحجاج، وفي كنيسه كبيره على طراز البازيليكا، عندنا كنيسه اللي هي في الفرع المكتشفه بنفس الحج، وفي مكان لاستضافه الحجاج، ومكان كبير جدا لدرجه ان قيل ان طبعا المكان ده فيه بركه البئر الخاص بتاع بئر القديس مينا اللي هو بيشفي من امراض العيون، ففي ناس كانت بتيجي مخصوص للمكان ده، بس احنا ما عندناش لسه دليل اثري بيقول ان الدير ده نفسه كان قبله، ولكن هو كمنطقه بيزوروه الامر وبعد كده يكتملوا، لكن في دراسات عشان ناكد ان الدير ده نفسه او ماري مينا نفسه كان قبله او مقصر للحجاج. دكتور بيتر جروسمان اكثر واحد اشتغل في المكان ده واكتشف الاماكن المختلفه دي، لدرجه ان انا شفت له وانا بدرس في جامعه اتينا كتاب كبير جدا انا ما قدرتش اشيله، يمكن اكبر كتاب في العالم، ممكن وزنه يوصل 50 كيلو. الكتاب ده فيه مجموعه من المساقط الخاصه بدير ماري مينا والمعلومات، يعني كافي شاب 30 سنه حطها في الكتاب ده. وللاسف انا حتى لما سالت المطران الدير ماري مينا وصديق فاضل قال لي احنا ما عندناش نسخه، واحنا برضه في الاثار ما عندناش نسخه، وده المفروض اي بعثه اجنبيه تشتغل معانا نشترط عليها، اي اصدار يطلع في العالم يكون انت اشتغلت في ارضي وعلى ارضي وانا سمحت لك مقابل النشر العلمي، اذا كل النشر العلمي اللي انت بتطلعه في اي مكان في العالم يبقى عندي نسخه، لكن للاسف ما عندناش نسخه. طبعا الاواني دي مشهوره جدا، وده دايما اللي انا اقوله، اربط المنتج الثقافي او المنتج الدراسي عندنا ثروه كبيره في مصر برضه مش مستغله، يعني بلد زي الجزائر وبلد زي الهند فيها وزاره اسمها وزاره المنتج التراثي وبتحقق ايرادات عاليه جدا. المنتج الدراسي عندنا متنوع، في مصر في منتج بيميز المطروح، في منتج سيناوي، في منتج بيميز النوبه، وهكذا. المنتج لازم يرتبط بالمكان، يعني ما اجيش مثلا ابيع له تماثيل تحمس الثالث وهو في دير ماري مينا، لازم هنا مرتبط بالقناني المشهوره اللي بيسموها قناني الحجاج، كانوا بياخدوها فعلا الحجاج ويملوها ميه من الدير دير ماري مينا وبيتبرعوا بيها وبتشفي امراض العيون، كانت ليها شهره في العالم كله وانتشرت هذه الاواني. عثر على اواني في دير ماري مينا موجوده في متاحف العالم كله وفي المتحف اخترت، واحنا عثرنا عليها في سينا كمان هنا في التل ده اسمه تل المشربه في منطقه دهب. التل ده يعود للقرن السادس الميلادي، استخدموه الانباط، الانباط دول كانت حضاره عاصمتها في البتراء، حضاره عربيه قديمه، وكانت لهم علاقه بسينا واستمرت حتى بعد نهايه دولتهم رسميا 106 ميلادي في الفتره الرومانيه، فقعدوا استخدم كحصن روماني لقينا في التحف الجميله. ده كان يوم طريق ايضا، هو في منطقه دهب يقع كان يوم طريق يصل الى سيناء ويطلع بعد كده ياخد الطريق العادي الى اوروبا. دي الاواني اللي عثرنا عليها في منطقه دهب. حصن بابليون طبعا معروف، بيطلع بعد كده توصل لحصن بابليون لحد ما بيوصل للطريق اللي شرحناه لحضرتك. أول مكان بيقابلهم اللي هي منطقة العيون، عيون موسى، كان في شغل كبير طبعا أيام الدكتور خالد العماني، وكان لما كان وزير السياحة فقط، وافتتحوا المكان ده مع رانيا اللي هي كانت وزيرة السياحة، ورمموا مجموعة من العيون، لأن زي ما قلت لحضراتكم العملية ضرب كان ضرب الحجر، وعلى فكرة العصاية بتاعت سيدنا موسى ليها ثلاث استخدامات في سينا مهمة جدا، هي ضرب بيها العصا اللي هي في عيون موسى فتفجرت، وضرب بيها البحر فانشق، وعند الشجرة المقدسة رمى العصا فتحولت إلى ثعبان. هنا رمموها بنفس العيون، طبعا كانت 12 عيون منتشرة العيون بتبقى ففي العصور اللي بعد كده التالية اتعمل عليها أبار اللي موجودة حاليا اسمها أبار، استخدموا منها أحجار، منها أحجار جرانيتين، أحجار رسوبية بتتاخد من المواد الكالسية البحرية، وعملوا الأشكال دي. لما جينا في عملية التركيب استخدموا نفس الأحجار اللي هي المتساقطة، وبدأ الحالية
حلي له الميه، كان في زميلنا اشتغل فيه اعمال الترميم استاذ احمد كمال، قلت له حلي له الميه دي، لو اثبتوا ان الميه دي ميه عذبه يبقى فعلا هي دي عيون موسى، لان عيون موسى كانت ميتها عذبه، انما الميه دلوقتي مش عذبه. لما حلي له فعلا مثله في الابار وحلي له الميه طلعت مياه عذبه، والميه دي كانت بتستفيد منها الدوله العثمانيه وفي مواسير فخاريه كانت بتطلع من العيون دي على البحر، وكانت بتغذي السفن البندقيه ايام الدوله العثمانيه، وكان في محضر صحي في المكان ده، وحتى فتره الاحتلال الاسرائيلي كانوا بيستفيدوا من العيون دي انها مياه عذبه. ده اعمال التطوير المختلفه دي الابار. وادي فرعون بعد كده بتقابلهم وادي فرعون، وادي خطير جدا انا اشتغلت فيه مع دكتور عثمان كسر موسم للحفايه، ده يعتبر واحه لجمال. ليه مستغل نهائي دلوقتي؟ كانت في زوجه دكتور عثمان اسمها ايرين باولو، كانت بتقعد بترسم وتقعد معاها فعلا وتامل الجمال في المكان ده، ورسمت مجموعه الاشجار حتى نعناع سميتها نعناع بين البشر والشجر والحجر، وطلعت فعلا كتالوج كبير جدا بيتباع في مكتبه دي سان كاترين عن الاشجار الجميله اللي تحولت لصفراء، اشجار صفراء دلوقتي ليه؟ لان الابار اللي كانت موجوده ابار نضبت، وما بدأناش ندور او نعيد نشوف الابار دي بحيث نعيد اللون الاخضر ونعيد هذه الابار. ايه اهميه الوادي ده؟ الوادي ده معروف من قبل رحله خروج بني اسرائيل، وكان في جبل اسمه جبل سربان، حتى سربع او نخيل اله باع، وده كان بيحجوا ليه قبل رحله الخروج، كان منطقه حج في هذا الوقت، وده 2070 متر فوق مستوى سطح البحر. المكان اللي قدامنا ده تفاصيل الوادي، الوادي بيقول 5 كيلو. بندخل كده بنلاقي مدينه اللي احنا شفناها مع دكتور بيتر جروسمان، دي مدينة بيزنطية من القرن الخامس السادس الميلادي، وده اللي هنتكلم عليه هو دير البنات الحديث. دي المدينة بناء على التخطيط العام لبيتر جروسمان، الكاتدرائية الرئيسية بتاعتها اللي هي دي، بعد كده في كنيسة المدينة في المنتصف، ودي كانت تستخدم لأعمال طبية، ولقينا فيها فعلا عتب حيوي موجود عليه نقش اللي خصص للقديسان دميان اللي هو القديسان الأطباء، وكانت بتستخدم لهذا السبب. والمدينه دي فيها لقينا فيها الابار ايضا، لقينا فيها اصدر المنازل، ولقينا فيها مقابر، كانت في مقابر حوالين المدينه. وفيران دي كانت اول مقرنيه في سينا قبل انشاء دير طور سينا، حتى بعد ما انشئ دير طور سينا 565 ميلاديه قعد 90 سنه الرهبان ما راحوش للدير وقعدوا فيران لحد ما انتقلت الابرشيه في عام يدورس 649 ميلادية، انتقلت الأبرشية من فيران إلى سان كاترين، وكان المطران الأول اسمه مطران كنيسة فيران والجبل المقدس ورايثو اللي هي راية اللي هي طور سينا حاليا، بعد كده المطران بقى اسمه مطران دير طور سينا وكنيسة فيران ورايثو، لحد دلوقتي المطران ده بينص الخدم بتاعه بيختم بيه دير طور سينا، حتى الآن الخدم دي الكنيسة الرئيسية اللي هي الكاتدرائية. وفي حاجة جميلة جدا عندنا في سينا اللي هي التفاعل ما بين الإنسان والبيئة دايما، حتى الرهبان لما لجوا إلى سينا، وفي حاجة جميلة جدا في الرهبنة دايما كل ما نتكلم عن الرهبنة، الرهبنة هروبا من هروبا من، لا الرهبنة هي هروبا بي وليست هروبا من، هروبا بالدين لحماية الدين، عشان كده وجدوا في المكان ده الجمال والسكينة والهدوء، لدرجة إن المعالق الخشب اللي إحنا بنلاقيها الأديرة ويستخدمها الرهبان، وبيحطوا عليها خشب عشان لما يقلب الكوباية ما يسمعش الصوت، عشان يحافظ على سكون وهدوء وجمال المكان، وفعلا ده اللي هو موجود لحد دلوقتي الهدوء والجمال. فبدأ يبحث عن أماكن فيها مية، ارتبطوا بالآبار، ارتبطوا بالشجر، ارتبطوا بمكان فيه حجر رملي يبني، حجر نيلي يبني، وهكذا. فالتفاعل عندنا حتى دايما أنا بقول إن سيناء هي هبة البيئة السينائية، لأنها خرجت من رحم البيئة السينوي. دي الكاتدرائيه بنلاقي طبعا النيش اللي هي الشرقيه، بنلاقي البيمه وسطها، واحنا بنحفر في الحته دي لقينا الارض بتاع المسبح الترابيزه بتاعت لقينا حته خشب، فبدانا ندور عليها لقينا الاربع رجول بتاعت المسبح في البيمه، بيبقى وسط
بيما. هنا التخطيط البازيلي، والبازيلي على فكره اصله روماني وليس اصله مصري قديم من المعابد المصريه، وانا ليا بحث عن اصل تطور البازيليكا واصلها الروماني، جبت كنائس من ايطاليا وعدت الكنائس لحد ما وصلت الى البازيليكا. فعندنا البازيليكا هنا بنلاقي صاله جناحيه، ولكن بنلاقي اجنحه جانبيه. الجناحين الجانبيين دول بيبقوا فيهم حجرات خاصه للحجاج، ارتبطت بالحج المسيحي، وكنائس خاصة للحجاج. فنلاقي الكنيسة اللي فيها الحجرات الخاصة للحجاج، وبلاقي عنصر جديد، كل عنصر المصادر هنشرحه اللي هو اسمه النارثكس. ايه النارثكس ده؟ عبارة عن جناح مستعرض قبل الدخول للصالة، كان ليه استخدامات مختلفة، منها التعليم عملية السؤال والجواب، منها اللي بينصرف إليه اللي هم التائبين في قبل الطقس الطقس الإعداد وهكذا. بندخل من ان النارثكس ده مش موجود في كل الكنائس، وظهر من القرن الخامس وظهر في عدة الكنائس. في كنائس بندخل الصالة مباشرة. هذه تفاصيل الكنيسة، هنا الجزء الخاص بالشرقية، هنا النارثكس، دي تفاصيل الكنيسة دي الشرقية واضحة جدا قدام حضراتكم. وهنا برضه التفاعل مع البيئة، بنى الجزء العلوي زي ما شايفينه من الطوب اللبي والأساسات بناها من الحجر الدبش الكبير اللي بياخده من ناتج السيول، واستخدم السيل المادة الغالية الجميلة اللي بتنزل دي كمادة مرض بيعمل بيها البنى، وبيعمل حتى احنا لما جينا عملنا ترميم انا والدكتور جروسمان كنا بنعمل الطوب من نفس المكان، وناخد الطينة دي ونحط لها القش، ويجي بعد كده في مادة معينة بيحط لها بنزين هالصبابة شوية. حاولت معاه ان احنا اعرف السر بتاعه كأنه سر شويس، لحد ما انا ما عرفتش السر الصغيره اللي هي بحطها، بس الاحجار اكثر صرامه فعلا، والباقي لحد دلوقتي عمال الترميم اللي احنا عملناه. اهو التفاعل برضه بين الانسان، دي كنيسه المدينه اللي قلت لحضرتك، الجزء ده لقينا فيه اماكن للتسخين وعصرنا على العدد في المكان ده، دليل على استخدام حتى في هنا مصادر كانت مخصصه لجلوس المرضى في الجناح ده. الجزء ده بقى عملنا فيه مجسات، نزلنا في المجسات ده لقينا مدينه نبطيه بالكامل، شوارع بالمدينه، لقينا البيوت تخطيط الشوارع، واترسم رسم الدكتور جروسمان تفاصيل هذه المدينه ونفس الشكل المعماري الطراز المعماري بتاعها اللي هو لقيته انا في تل المشربه في الجامعة. ده جبل الطاحونه على قمه طبعا 86 متر، الكنيسه اكتشفنا الكنيسه انا والدكتور جروسمان على قمة هذا الجبل، وطبعا اتقال في المراجع الأولية إن ده الجبل اللي أيام بني إسرائيل وقفوا عمليق وما قدروش يهاجموا عمليق والكلام ده كله، هم يقصدوا الجبل ده اللي هو في فيه. ده برضه التفاعل بين الإنسان والبيئة، الحجر ده جميل، ده الحجر الرملي الأحمر خده من الجبل وعمل بيه الكنيسة اللي هي واحنا طالعين على الجبل، دي تفاصيل الكنيسة، وفي أعمدة أضيفت لأن لقيناها فوق مستوى الارضيه، دي تفاصيل الكنيسه، وده مسكن خاص براعي الكنيسه. دي القلايات، كان في تدرج، كان في قلايات، لان طبعا ده موضوع ثاني، هو تدرج الرهبنه في سيناء اللي بدات من اناخوريديس اللي هو الانكوريت اللي هو بيستقل في قلايه لوحدها منفصل، بعد كده تدرجنا لمرحله اسمها السينوبايت اللي هي حياه عامه. الحياه العامه انهم بييجوا من القلايه وبيتجمعوا في يوم واحد في مكان فيه المطعمه اللي هي الاغابيب، بيتجمعوا فيها وجبه الاغابيب والكنيسه بيتجمعوا لحد ما وصلت الى شكل الدير الكامل في القرن الخامس الميلادي. هاجي شويه دير سان كاترين، تفاصيل الدير طبعا بندخل في دخول دلوقتي جديد عملناه من الجدار الشمال الشرقي اللي كان بيدخل منه الحجاج، الدخول الرسمي من الباب ده اللي هو في الجدار الشمالي الغربي، بندخل كده بنلاقي باب منكسر، بنلاقي باب، وندخل من باب بنلاقي الممر ده، بننزل كده بنلاقي السلم ده، بندخل على كنيسه التجلي ده الجامع، بننزل كده نلاقي بير موسى، بنطلع كده مباشره بنلاقي متحف الدير، هنا شجره العميقه المقدسه، دي عباره عن قاعه الطعام القديمه من القرن 16، الجزء ده فيه المكتبه وباقي الاجزاء دي اللي هي الخدمات. ده طبعا اخطر جزء في الدير، ده الجدار الشمالي الشرقي من الداخل، يعني لو رجلي طلعت كده ملي متر واحد هسقط ما كنتش هتشوفوني دلوقتي.
المكان طبعا الدير اللي هي نتيجه التفاعل بين الانسان والبيئه، ان الدير حصلت فيه سيول وزلازل ومرت عليه حاجات كتيره ما تاثرش. ليه؟ لان هم راعوا السيول وعملوا انفاق اللي دخلت تحت الدير نفسه، عملوا ممرات للسيول بحيث لما تنزل الميه تروح في اماكن بعيده عن الدير، حتى بنوا الدير باتجاه شمال غرب بطريقه متوازيه، مش طريقه موازيه للسيل، بعيد عن السيل بحيث لما يجي السيل ما يجرفش الدير، فهم راعوا الاشياء دي تماما. ولكن رغم ذلك حصل زلزال لدير في القرن ال 13 وتم ترميمه وحصلت سيول. الوقت اللي انا هاخد بسرعه كده، طيب ناخدها سريعا. ده اللي هو المدخل الرئيسي اللي بيدخل منه الزيارات الرسميه. هنا بنلاقي المدخل عليها غير التكريمي اللي هي القديس التكريم، بنلاقي نحر عليه طبعا حجرين دول عايزين قعده لوحدهم، اللي عليه اسم الامبراطور شويه جوستينيان. ده طبعا حاجه جوه في العهد الاسلامي، وما نعرفش اصوله ايه ولا اتحط سنه كام، لان ده عادي ان في اخطاء كتيره. ان الدير اتبنى سنه 527 بدايه حكم جوستينيان ولا خطا، ادانا تاريخ 6031 اللي هو لادم، ما اعرفش حسب ازاي. ولكن الصح ان في ان دير اسمه دير طول سيناء اللي بناه اللي هو جوستينيان بناه لاحياء ذكرى زوجته اللي هي ثاودورا، اللي هي ثيودورا، وتوفت ثيودورا 548 ميلادي. عشان كده انا حددت او اكدت ان الدير اتبنى بعد 548، لان اتبنى من اجل ثيودورا، اذا لازم يكون اتبنى بعد وفاتها. ده الحجر، تفاصيل الحجر، ده الدخول واحنا داخلين الممر، ادي الممر اللي وصلنا، ده الدرج اللي دخلنا الكنيسه، ده النارس التاونشيب في العصر الفاضل القرن 12 ميلادي. اضيف طبعا في اضافات كثيره اضيفت في الدين، سواء كانت اضافات معماريه او اضافات من اثاث مختلف. ده الباب الرئيسي، دي الصاله، صاله الكنيسه، كنيسه التجلي، ده احد الاتجان للاعمده. ده في دور الصلاه ستونش في القرن ال 17 ايضا في العصر الاسلامي، عليه صوره القديسه كاترينا محمد المعمدان والسيده العذراء. دي اللوحه الجميله اللي تعتبر اقدم واجمل لوحه فسيفساء في العالم، ناخدها بالتفصيل. بتمثل السيد المسيح ونبي الله موسى ونبي الله ايليا وتلاميذ السيد المسيح و30 شخصيه منهم الحواريين ومنهم انبياء بني اسرائيل ولومينوس اللي صنع هذه الفسيفساء الجميله في عهد درب الاعمال ترميم عن طريق بعثه ايطاليه. طبعا دي الشجره المقدسه، وفي ادله كثيره بتاكد ان دي الشجره، الاوراق خضراء حتى الان، اتعملت اتخذت اوراق منها في جميع انحاء العالم، فشلت زراعتها. النقطه الثانيه بتتشابه مع بالنسبه لتحقيق طريق الخروج اللي انا سجلته في كتاب التجليات الربانيه في الوادي المقدس الطور، موجود في دار اوراق لنشر والتوزيع، اللي هي دي اللي بتتوافق مع رحله عودته من مدين. مدين على فكره انا عندي دراسه كبيره تؤكد ان مدين هي من منطقه نب اللي هي موجوده في شرم الشيخ وليست مدين، لان سيدنا موسى ما خرجتش قصته عن سيناء النهائي، فهو عايد من مدين دعم الشجره المقدسه دي. واقرب مكان في مصر كلها اللي هي منطقه سانت كاترين، هي نفسها 1580 متر فوق مستوى سطح البحر، جبل موسى 2042 متر فوق مستوى سطح البحر. اذا المنطقه دي لما ترك اهله قال لهم اشوف مين يهدينا، كان جاي لانه خرج من المنطقه اللي كان عايش فيها، فكان عايز حد يهديه للطريق او يلاقي تلك الباب، يلاقي حد يديله خشبه فيها نار يستدفئ فيها. فاكثر منطقه موجوده هي المنطقه، وحاجات كتير بتاكد فعلا، وحتى المؤرخين نفسهم بيلاقوا الكنيسه من الشجره، لان جت في حضنها وعملت الكنيسه، جستينيان جه في حضنها وعمل الدير، كل الحضارات اللي ارتبطت بسينا ارتبطت بهذا المكان، فاكدوا لنا ان دي هي الشجره ومن الجبل اللي هو جبل موسى المدور. اللي هي ناخد سريعا، ده طبعا المنظر اللي احنا بنفتخر بيه في العالم كله. دير موسى طبعا اللي هو كان كنت مع وفد في البعثه الجبليه، طبعا ده مش دير موسى الحقيقي، هو دير مقدس، لان دير موسى ميته غير عذبه، الميه اللي هنا ميه عذبه، لان نص القران الكريم وجد عليه الوطن هي يسقون، وكلمه الرعاء الرعاء كانوا بيرعوا الغنم، اذا كانوا بيسقوا الغنم مش هو اللي بيشربوا، البير ده موجود في مدين اللي هي منطقه نام او منطقه شرم الشيخ، ولكن هذا البير هو بير مقدس، وان لم يكن بير سيدنا موسى لم يكن بير مقدس. دي القاعة اللي هي بيتناول فيها وجبة العربي ووجبة المحبة دي في العصر الإسلامي. ده المتحف الجميل اللي احنا عملناه
مع ديل سنة 2001 كان في مكان قديم في برج الديل جورج اسمه سكيفو فلاكيون باليونانية بتاع المكان لحرس الأشياء الدينية أو الأغراض الدينية. احنا حولناه بنفس الطريقة لحرس المقتنيات والمخطوطات الخاصة بالديل. بالله هنا طبعا سيدنا موسى أمام العالم، سيدنا موسى تلقى الألواح بالقديسة كاترينا ومناظر من حياتها أوائل كنسية. طبعا معروفة جدا حجرة الجماجم، حجرة الجماجم كانوا بياخدوا ده المكان اللي بيدفنوا فيه المدفن، بعد كده بياخدوا الجثث بعد ما تتحلل ويجمعوا الجماجم بتاعتها موجودة في الدير حتى الآن من ضمن المزارات دي. مكتبة واتعمل فيها تطوير كبير جدا، ودي أهم مكتبة على مستوى العالم بعد مكتبة الفاتيكان من حيث أهمية مخطوطاتها. عندنا 4500 مخطوط، مش العدد فقط ولكن عندنا 3 مخطوطات موجودة تعتبر من أهم في العالم، هي الكوديكس ناتيكوس هي أقدم نسخة من التوراة، وعندنا البالمر سيست اللي هو الإنجيل السريان، وعندنا العهد النبوية، وكل واحد من دول عايز محاضرة لوحدها. الشجر الصبر بيرمز للخروج دايما، ده اللي طالع جبل موسى بيلاقي أنطرتين زي كده كان بيقف عليهم الراهب استفانوس عشان يتلقى الاعترافات، وبعد كده بيبقى في بوابة بعدها هي بوابة الغفران. كل اللي طلع جبل موسى شاف الحاجات دي. قمة جبل موسى بالله قمة في كنيسة من القرن السادس الميلادي بناها جستنيان، في جامع بناها المنصور المشتكين الآمري 500 هجري 1106 ميلادي في هذا المكان، وفي كنيسة حديثة هي كنيسة السالوس الأقدس 1937 هي الكنيسة اللي بتظهر دايما للناس كلها فوق قمة الجبل. القديس مطران دميانوس دير الوادي، ده تفاصيل طبعا، ده دير الوادي، ده دير من القرن السادس بنى في فترة الجستنيان، وفي وثيقة كبيرة قوي موجودة سان كاترين بتقول لنا ان اللي بنى دير سان كاترين بنى دير براي فرو. ادي الدير تفاصيله نزلت كده اهو، دي تفاصيل الدير انا عملت له رفع كامل 92 في 53، ده في قلايات عدد كبير من القلايات وصل 56 قلاية كانت بتستخدم قلايات وحجرات استضافة الحجاج. عندي كنيسة رئيسية على طراز اللازلين، وعندي 3 كنائس فرعية، وعندي بئر المياه، وعندي أماكن للصرف، وعندي أماكن للخدمات، وأماكن ده أعيد استخدامها في العصر الفاطمي ولقينا في الخبيئة من شوفوا الجمال ده كان سنة 86 ما كانش موجود غير الجزء ده، بدأنا ناخد الجزء ده لبين كوش اللي هو مفتاح العقل، وبدأنا ننزل كان دي جبالة كاملة كنا بنطلع كل يوم أكثر من 30 ل 40 جثمين، لدرجة إن أنا تطلعت جثمين رهيب بالكامل جنب الجدران مكتوب عليه البتر بتاعته إنتاج المحلة سنة 1906 زي ما هو، لدرجة إن اللي بيشوفه بالشبشب بتاعه بالبتر كأنه لسه حي كامل، ما فيش ارتفاع بسيط جدا، فده ممكن يكون سببين إن جثث القديسين والرهبان لا تبلى، وممكن يكون نتيجة الرمان اللي موجودة في السجناء في هذه المنطقة حفظت هذا الجسم. موجود دلوقتي استلم الدير الحديث الموجود في الطور وموجود في كنيسة الطور. دي تفاصيل بالدير هنكتب بسرعة لأن كل ده دي معصرة الزيتون. دي الكنائس الفرعية في الدير. محطات الطريق في شمال سيناء، طبعا شمال سيناء يعتبر طريق العائلة المقدسة ومشترك مع طريق الحج. عندنا مجموعة كنائس اكتشفها كليل اكتشف فلسطين سنة 1914 مش موجودين دلوقتي، بنلاقي فيه عناصر جديدة اللي ده بنسميه اتريوم. اتريوم ده عنصر معماري في الكنيسة بمنشأ لعدة أسباب، أولا منع ضوضاء الشارع، إطعام للفقراء، ساعات بيستخدم للدفن، ساعات بتبقى في نافورة في الوسط اللي هي الكانفراس اللي هي للتطهر قبل الدخول، دي موجودة ممكن من أيام مصر القديمة ومن أيام العهد القديم. دي الكنيسة الثانية، في كنيسة اكتشفتها بعثة بنغوريون أثناء الاحتلال الإسرائيلي، في كنيسة تاني مخزن اللي احنا اكتشفناها أثناء الحفلة اللي فيها تفاصيل كتيرة جدا. دي الكنيسة الدائرية، دي المعمودية، وأعتقد كده كفاية عشان الدكتور علاء ما تبصيش. شكرا. من العلماء والكنائس العظيمة والجميلة جدا، وطبعا داخل دير سان كاترين حاجات لا تعوض بثمن يعني، فالمكتبة والحجار والحيوانات وكل هذه الآثار في حد في
الكتير سان كاترين نفسه. واشكرك شكرا. ونكمل الان من الاستاذ الدكتور علي انيس استاذ الجغرافيا السياحيه والاقتصاديه ومنسق برنامج ليسانس المساحه من نظم المعلومات الجغرافيه لجامعه القاهره. الدكتور علي استاذ جغرافيا في الكتاب المقدس في الكليه الكليريكيه وفروعها، وهو عضو بلجنه الجغرافيا بالمجلس الاعلى للثقافه. يحدثنا اليوم عن المسار الجغرافي لزياره العائله المقدسه، فليتفضل. شكرا جزيلا سياده الدكتور. الحقيقه في البدايه بتقدم الشكر للمجلس الاعلى للثقافه ولجنه التاريخ والاثار للاستاذه الدكتوره علا العزيزي وكل اعضاء اللجنة المحترمين. يعني اخص من الاعضاء استاذنا سياده العميد الدكتور احمد الشربيني واشكره على اهتمامه ودعوتي. الحقيقه لما بنتكلم عن المسار في مسار يمكن دراسات كتير تناولته وشيء معروف اللي هو المسار التاريخي لرحله الاله المقدسه، وهندي نبذه سريعه عنه. لكن الحقيقه الورقه دي مستلمه من بحث كبير اتعمل عن الاستبدال السياحي لمسار رحله العائله المقدسه. استخدمت فيه تقنيه حديثه موجوده دلوقتي في الجغرافيا وهي نظم المعلومات الجغرافيه والاستشاره عن بعد. الهدف منها او الهدف من الورقه او من البحث الرئيسي كانت هو في طريق تاريخي في اماكن او محطات بيتم تطويرها فعلا وزاره السياحه قامت بده، وفي سائحين عايزين نجذبهم لهذا المسار. فهل نحن حتى الدكتور خالد العناني نفسه في لقاء من اللقاءات قال احنا بننشط او بنطور او بنرمم النقاط، لكن هو الحقيقه حتى الان حركه سياحيه حقيقيه مش موجوده. من خلال الدراسه وهعرض لحضراتكم سريعا، الحقيقه أنا سألت نفس السؤال، لو عندنا سياحة دلوقتي عايزين نجيبها لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة والمحطات، إيه الطرق الرئيسية اللي المفروض هيتحرك من خلالها السائحين أو الباصات أو الميني باصات أو أيا كان حجم وسيلة الانتقال؟ ده بنعرفه بالـ GIS هي الطرق الرئيسية. طيب هل في خدمات السائح ده زي ما عندنا دايما بنقول انه عندنا مقومات طبيعيه ومقومات بشريه، لان هي نمط سياحي وفي خدمات سياحيه. هذا السائح لابد ان بنوفر له خدمات سياحيه تبقى موجوده في المحطات وكمان تبقى موجوده على الطرق. يعني هل خدمات الاسعاف اللي موجوده على الطرق موجوده بشكل كافي ولا لا؟ توزيعها مظبوط ولا المفروض يعاد توزيعها؟ في خدمات زي المخافي، خدمات البنكيه، الفنادق، ودي اخطر حاجه حضراتكم يمكن هتتفاجئ انه لما بنيجي نتكلم عن توزيع الفنادق وبفئاتها المختلفه في مصر تقريبا الوجه البحري كله في النقاط المحدده بتاعت محطات رحله العائله المقدسه تقريبا مع استثناءات بسيطه جدا ما فيش اماكن اقامه تناسب سياحه دوليه. عشان نكون بس واقعيين، هل احنا فعلا السؤال المهم المسار ده شكله ايه؟ الخدمات اللي متقدمه عليه ايه؟ انا عايز اقول لحضراتكم ان انا قعدت تقريبا سنه ونص اجمع في داتا وتتحول على جي اس عشان تبقى ليرز نقدر بعدها نشوف 12 قطاع. المسار متقسم قسمته ل 12 قطاع، عايز اشوف في كل قطاع منهم ايه الخدمات المتاحه. طبعا عمر الوقت ما هيقدم كل ده كله، لكن هندي نموذج على قطاع واحد منهم ونقول الباقي سريعا. وبعدين نشوف حاجه ثانيه مهمه، والجغرافيا ليها دور كبير في التسويق السياحي كمان. هل الشركات الكبيره ايه؟ في شركات بتعرض مسار رحله العائله ولا لا؟ البرامج اللي بتقدمها شكلها ايه؟ تحليلها جغرافيا بتغطي كل المحطات ولا جزء منها؟ برضه في مفاجآت ان في ناس بتستغل مسار رحله العائله المقدسه لمصر او جزء من اللي قاله معالي الدكتور عن طريق الخروج كبدايه او خيط، وبعدين يبدو بعد كده على اسرائيل او على الاردن او على الدول الثانيه. خلينا نبدا مع بعض. لو قلنا انه رحله العائله المقدسه زي ما حضراتكم عارفين انتقلت من ارض فلسطين، وده مذكور والمصادر ذكرها الدكتور اسحاق. المصادر كتير، منها مصادر كنسيه ومصادر تاريخيه و
ميامر والى اخره. الآية المقدسة دخلت مصر من شمالها الشرقي باستخدام الطريق الساحلي التاريخي المعروف، مرت بالفرما، وطبعا الشكل الخريطة الحالية ما كانتش نفس الشكل اللي تروح نهر النيل، كانت أكتر من فرعين، وبالتالي بيلوز نفسها كانت ميناء مشهور جدا اللي هي الفرما، وكانت بما إنها كانت ميناء هي كانت المفروض مطلة على الساحل مباشرة، لكن هي حاليا لما بنوقعها وبنروح نشوف الآثار اللي استذكر بعدها الدكتور هي بقت بعيدة عن ساحل البحر. فيمكن في وقت معين كان في بناء للساحل بتلفت نظرنا، حاجة مهمة قوي إنه في وقت من الأوقات كان هناك بناء للساحل، إنما إحنا دلوقتي بنعاني من النحر للساحل. طيب انتقلت مرورا بقطاعين رئيسيين، أنا قسمت المسار بقطاعين رئيسيين، قطاع اللي هو الوجه البحري لحوالي القاهرة، والقطاع الثاني اللي هو مصر الوسطى ومصر العليا. هذا الإقليم اللي هو الأول بيضم حوالي 11 موقع من المواقع، يعني الأكثر المواقع المتداول الحديث عنها، أنا يعني ركزت على 17 موقع اللي تم ذكرهم يمكن في معظم الكتابات القديمة والحديثة، ومنهم آخر يعني منهم طبعا عمل الدكتور إسحاق عمل ممتاز، والعمل الآن براهبات دير ماري جيمس في مصر القديمة، وده عمل مهم جدا، والكنيسة يعني برضه اديته مساحة كبيرة واتعمل في احتفالية كبيرة. طيب في 11 موقع، كمان حاجة خطيرة ومهمة أوي إنه 17 موقع دول لما نيجي نتكلم عن سياحة بجد يعني أو نتكلم عن مسار هيمشي فيه سياح ويعمل مردود كبير، ودول إن ده حج أو شكل من أشكال الحج المسيحي خاصة بعد بابا الفاتيكان ما أقره على إنه ضمن المناطق الحج المسيحي. المسار الحقيقه بيمر تقريبا ب 15 محافظه، ولن انا اتخيل انك تقدر تطور 17 موقع بيمر في 15 محافظه، يعني تقدر تعمل تنميه او مبنى او دخل للمحافظه، دخل لهذه المحافظات يستخدم في عمليات تنميه وتوظيف واشكال كتير جدا من المردود الاقتصادي الكبير اللي ممكن يحصل بعد كده. الطريق بشكل تقليدي زي ما حضراتكم شايفين، المفروض انه العائله المقدسه زي ما قلنا دخلت من ركنها الشمال الشرقي من الفرمه ثم الى تل البسطه ثم الى مسطرد، وبعد كده من مسطرد لبلبيس ثم الى سمنود سخا ثم الى وادي النطرون ثم الى القاهره، والقاهره بمزاراتها يعني المطريه مصر القديمه ثم المعادي، وبعدين عبروا النهر دي ميت رهينه اللي هي منفى حاليا عاصمه مصر القديمه الفرعونيه، وبعد كده بدات الرحله بدل ما بقت بريه حسب كتير من المصادر بقت نهريه، فبداوا ياخدوا النهر فيما بعد. طبعا احنا الحقيقه لو حتى جينا بقى خدنا ده وقلنا نستغله سياحيا ما بقاش عندنا رحلات نيليه، كل الكروز اللي عندنا بيشتغل من الاقصر لاسوان في مصر، ما فيش الرحلات اللي بتبدا من القاهره تنتهي لاسوان، وده يعني ممكن يبقى فرصه وفكره تحياها فيما بعد. فهنا احنا حتى على الصعيد الجغرافي نلاحظ حاجه مهمه قوي، احنا في الجغرافيا زي ما حضراتكم عارفين بنقسم مصر لاربع اقاليم تضاريسيه كبيره، شبه جزيره سينا طبعا وادي النيل ودلتها منخفض الفيوم الاقليم، الصحراء الشرقيه الصحراء الغربيه شبه جزيره سينا، الحقيقه رحله العائله المقدسه مرت بالاربع اقاليم التضاريسيه في مصر، سواء كانت شبه جزيره سينا ثم شرق الدلتا، دلتا وسط الدلتا غرب الدلتا ثم الصحراء الغربيه، عبرت فروع نهر النيل اكثر من مره ثم المجرى الرئيسي نفسه كان بتاخده كمسار او كطريق وتنزل في يعني عبرته اكثر من مره، عشان يمكن انا احب اقول كان مسار الرحله كانه نوع من التبريد الفعلي لكل اقاليم مصر التضاريسيه او اقاليمها الطبيعيه، ويمكن يشبهها بعض الـ يعني الـ الـ يعني يتخيل شويه في الجغرافيا ان هو يعني كانت مقصوده كانها كانت مقصوده انها تمر بكل الاراضي المصريه. الجزء الانسيت ماب دي بتوضح الجزء الجنوبي، لكن احنا هنجيبها في خريطه ثانيه اوضح، فانا زي ما بقول كده هي فرمه محافظه شمال سينا، طل بسطة بلبيس محافظة الشرقية، سمنود الغربية، سخا كفر الشيخ، وادي النطرون البحيرة، مطرية كل نقطة أو اثنين أو ثلاثة بيقعوا في محافظة
محافظة من المحافظات، عشان كده يمكن كان الشغل اللي بيطرحه الدكتور اسحاق للتنمية لوزارة التنمية المحلية، لأن المحافظين الحقيقة أيضا لهم دور كبير في برضه التطوير والأماكن دي. طيب احنا اتكلمنا عن الشكل العام للتنقل من مكان لمكان، لما جينا بالجي اي اس وعايزين نعرف بقى لو الناس دي هنا هتمشي على انهي طريق، فوقعته الحقيقه انه هيبدا بس على سبيل المثال مش هنقدر نقول كل القطاعات بالشكل ده، فمن الفرقه بيعدوا من انفاق تحت مصر منطقه القنطره الشرق ثم الى الاسماعيليه ثم الى بلبيس. ليه خدت بلبيس انا بس؟ في تطوير هنا في المسار يختلف جزئية واحدة عن المسار التاريخي، لأن أنا ما أقدرش لو أنا أمشي السائح أو أجيبه يمشي في المسار أخده على تل بصرة في الشرقية وبعدين أروح نازل بيه مسترد وبعدين أطلع بيه تاني من بيس، يعني بيبقى شوية، لكن هو هيزور الموقع لكن اختلاف الترتيب في جزء صغير واحد، ثم إلى سمنود في الغربية سخا شقة في الشيخ، وبعد كده ينزل ده الخط الأحمر ده الطريق اللي ممكن يمشي عليه دلوقتي. دي الطرق الرئيسيه اللي وقعناها او وقعتها عن طريق الجي اي اس او نظم المعلومات الجغرافيه، والجدول اللي في الركن ده بيوضح المسافه بالظبط. اللي انا مستفيد بيه بقى ايه؟ ان انا لما بعرف المسافه بالظبط حسب الطريق اللي وقعت دلوقتي اقدر اقول اقدر امشي للناس دول كم كيلو لقيته فين؟ لقيته انا الحقيقه كل البرامج انا عملت تحليل لكل البرامج المطروحه وجدتها اما بتروح زي ما هشوف دلوقتي اما بتاخد اجزاء من الرحله بس او انها تهدر وقت كتير في انه يمشي للناس مسافات، يعني ياخدوا يعمل كام حاجه كده في القاهره وبعدين يروح بسينا وبعدين يجيب يوم كامل في الباص تاني على القاهره الى اخره. طيب زي ما حضراتكم شايفين لحد ما يدخل القاهره مره تانية. الاقليم التاني اللي هو مصر الوسطى طبعا بدا بقى يبدا معانا بعد كده بدير البرنوس في البهنسه جبل الطير، النقط اللي هي النجوم الصفراء دي هي اللي بتمثل اهم النقط التوقف، النقط السوداء دي هي النقط الرئيسيه، وطبعا الخطوط اللي بالاحمر دي الحدود بتاعت المحافظات الحدود الاداريه. فعندنا بقى ادي دير البرنوس جبل الطير الاشميين ثم مير القوسيه و الاول انا اسف دير ديروت الشريف ثم مير القوسيه. طبعا المسار في الوجه البحري صعب، صعب في وقتها وصعب دلوقتي لو جينا عملنا سياحه، لانه اولا الدلتا زي ما حضراتكم عارفين هي الارض الخصبه الكبيره اللي واخده شكل الدلتا، الحركه فيها وفي الطرق بتاعتها هتكون اصعب. المسار نفسه كان من الشرق للجنوب ثم الى الوسط ثم الى الغرب ثم الى الجنوب الغربي عشان يروح وادي المطيور، هنا المسار كسري ده طبيعه الحال. مسار عمودي يعني موازي لنهر النيل، وده على فكره حال كل الطرق من قديما وحديثا، يعني دلوقتي المسار الرئيسي للسكك الحديديه الرئيسيه اللي بتوصل طريق الصعيد الطريق الشرقي الطريق الغربي كله بياخد المجرى النهر الكتاديل، وعلى فكره حتى رحلات الطيران تلاحظوا اللي بتروح الاقصر واسوان بتاخد برضه من بتسافر من فوق النهر لحد ما تصل للجنوب. ودي برضه المسافات زي ما قلت لحضراتكم، ودي تفيد اللي بيصمم برنامج سياحي بقى عارف ايه المسافات اللي موجوده بين النقاط عشان يقدر يقول اقدر السائح يمشي كام كيلو واختار نقطه التوقف اللي هيعمل فيها مجيد، واقدر ابدا. وده برضه ليه علاقه بالعلاقات المكانيه وبالمسافات وبالناس تقدر تمشي قد ايه والناس تنزل قد ايه وقت في المزارات اللي هتزورها، وبالتالي بيبقى استغلال جيد للوقت، لانه زي ما حضرتك هتشوفوا برضه في الاخر انا هكون برضه سريع عشان يعني ما اخدش وقت طويل. ازاي احنا نقدر نعمل برنامج خلال 10 ايام 9 ليالي يغطي كل النقاط بالشكل اللي مفيش فيه هدر للوقت ولا هدر للمسافات بشكل او باخر. طبعا زي ما قلنا ديري جاروس جبل الطير الاشمونيل والى اخره، طبعا ده صوره سريعه كده لدير المحله، ثم بعد كده بتطلع من المحله لدرونكا في مركز اسيوط وتبدا رحله. كتير قوي من الدراسات والوثائق تحدثت عن رحله الهروب الى مصر، ولكن قليل جدا جدا ويكاد يكون ما فيش اللي تحدث عن طريق العوده. هو 90% ما كانش نفس الطريق لانه هم جايين هربانين بيقعدوا في مكان يستقبلهم يقبلهم او يرفضهم، فانما العوده كانت عوده مباشره لما جاءوا نداء بالجاء نداء العالم المقدسه للعوده الى ارض فلسطين.
عايز اقول لحضراتكم بقى كانت الصعوبه الحقيقه انك تقسم المسار ده لقطاعات عشان تقدر تشوف الخدمات اللي موجوده عليها بالجي اي اس او نظم المعلومات الجغرافيه. فزي ما حضراتكم شايفين الخريطه بتاعت المسار اتقسمت ل 12 قطاع، كل قطاع من دول خد شغل لوحده. ايه الخدمات اللي موجوده على الطريق وايه الخدمات اللي موجوده على في المحطات نفسها، كافيه ولا مش كافيه، بتوزعها جغرافيا كويس بالشكل اللي يؤدي الخدمه مظبوط ولا لا، طب لو مش كويس ايه اللي مقترح؟ يعني هنا القطاعات دي بتعرض ايه اللي ناقص وتحطه فين؟ دي ميزه الجي اي اس او الجيوغرافيكال انفورميشن سيستم او نظم المعلومات الجغرافيه. القطاع الاول هدي بس نموذج القطاع او اثنين بس وبعد كده هنمشيهم كلهم. زي ما انتم شايفين خريطه زي دي بتوضح اولا لو جينا للكي بتاع الخريطه او مفتاحها بيتكلم في حاجات اساسيه عن بالرموز، يعني مثلا ده رمز مراكز الاسعاف القائمه، دي نقاط التوقف لو تسمحوا لي اعمل مثال كده، يعني دي مراكز الاسعاف، نقاط التوقف، مراكز اسعاف مقترحه، يعني لما كنا بنشوف انه وفقا للمعادلات الدوليه لتوزيع نقط الاسعاف على الطرق بنشوف ده متحقق عندنا ولا لا، ولو مش متحقق بنوقع فبنحط العلامه دي تقول انه ده مقترح، يعني مراكز اسعاف مقترحه دي الفنادق اماكن بنكيه مستشفيات ومراكز صحيه الى اخره. فزي ما حضراتكم شايفين بيجي طبعا بنسيب الخدمات في المناطق في المدن يعني الرئيسيه، يعني ممكن تلاقي على الطريق نفسه لو انتوا لاحظتوا دايما على الطرق للاسف على عندنا هذه الخدمات هي مش موجوده، هي موجوده متوزعه بشكل عشوائي مش بالشكل اللي يخدم الطريق بشكل كويس. طيب لو احنا خدنا ده نموذج بنقول الشكل اللي يوضح انه هذا القطاع بيغطي محطه واحده من محطات رحله العائله المقدسه وهي الفرمه الواقعه شمال غرب محافظه شمال سيناء، هو طبعا جنوب شرق بورسعيد، بيتجه الرحله بيتجه المفروض بيتجه الغرب بجنوب الانطار الشرق وبيعبر القناه نفق تحت مصر، اذا تركز المنطقه بشكل عام هنلاقي بقى على فكره الجمله دي بتتكرر في معظم القطاع، تفتقر الخدمات او انها موجوده يا تفتقر يا قليله يا مش متوزعه كويس، والثلاثه اخطر من بعض، والثلاثه اخطر من بعض. فده نموذج للقطاع الاول. القطاع الثاني مثلا مش ماشيين بقى باسم محافظه، يعني ماشيين من دي عن مدينه ايه ويبدا عن مدينه ايه. ده القطاع الثاني بيبدا من بيس مر مرورا بتل الواسطه ايه ثم الزقازيق، لو انتم كبرتوا هتشوفوا حضراتكم ازاي كميه، على فكره عايز اقول لحضراتكم برضه يعني برضه مهم ان احنا ناخد بالنا ان توقيع هذه الخدمات خدمه مجهود رهيب جدا، وكل خدمه من دول بتدخل على برامج الجي اس كارير كطبقه، بعدين نبتدي ننزل الطبقات دي مع بعض نشوف شكل التوزيع ده ماشي ازاي. للاسف هنا برضه القطاع ده يعني اللي هو المفروض ده هقوله برضه بسرعه، لكن فيما بعد هنرى بقى بقيه القطاعات عشان ما ناخدش وقت طويل، البحث موجود وان شاء الله متاح ومنشور. القطاع الثاني مسار حته العالم المقدسه من الرساسين الى البيس ثم الى تل بسطه والساسين. الطريق في هذا القطاع اللي هو طريق اسماعيليه الزراعي يحتاج الى المزيد من الاهتمام حيث جوده الراس من حيث جوده الراس وجوده الخدمات وان كان مغطى بشكل جيد بمراكز طبيه وبنكيه، وهذه المراكز تتركز في الزقازيق والبيس بالذات. القطاع قد يخلو من اماكن اقامه مصنفه، ودي مشكله يعني حضراتكم في الدلتا خش اي مكان مكتوب عليه كلمه فندق، يعني في فرق ضخم جدا بين الكلمه وبين الجروح يعني بيحس، فدي خطر. يعني انا برضه بسال نفسي السؤال دايما، نتحدث عن تطوير رحله العائله المقدسه ورسم السياحه بتقدر تغطي على فكره حاجتين مهمين قوي من خلال شغل في المجال ده، السياحه العلاجيه والسياحه الدينيه، دول اخطر نمطين، ما فيش حدث بيوقف ولا اي حاجه توقف، الاثنين واعز ديني قوي بينفع الناس للزياره، والتاني حاجه للعلاج، الناس بتسافر يعني محتاجه علاج بيضطر يسافر. فحتى برضه نفس القصه في السياحه العلاجيه اللي هي دوله يعني بعض المسؤولين بيتكلموا كتير عن السياحه العلاجيه، لكن ابسط حاجه ما تعملش فيها ان يحصل بروتوكول او تعاون بين وزارتين، وزاره السياحه وزاره الصحه، لان دي ما ينفعش علاج من غير ما يبقى في وزاره الصحه. فدي مشكله ثانيه ان يعني احنا انا مش بعيد ان الناس بتجتهد طبعا في حدود التمويل المتاح، بس انا بقول رايي من الناحيه البحثيه يعني ان شاء الله لو سيب احد. والقطاع ده بيدور محطتين
ساعتين من محطات رحله العائله المقدسه تبع بلبيس تبع مصر كلهم من الاماكن المهمه الحقيقه والقريبين من القاهره. الاماكن المغطاه خدمات اسعاف خدمات تربيه ذكيه محطات وجود في بلبيس لوحدها حوالي 15 محطه. وبالشكل ده بقى عشان ما اطلعش وقتكم كل القطاعات اللي طلعت بالشكل ده. يعني حضراتكم من اول القطاع بتاع الفرمة لحد ما هنوصل لأسيوط جنوبا، القطاع الثالث من السندباويين ينتهى عند سخا في الشمال. زي ما حضراتكم شايفين الخط اللي معمول بالنقط الصفراء ده هو الخط الطريق الرئيسي اللي هينفع نمشي فيه، يعني ده الطريق مش طرق فرعيه. القطاع الرابع من طنطا شريط الكوم بنها. الخامس من طابور وادي النطرون، بعد وادي النطرون بيبدا يدخل الى الجيزه. طبعا الجيزه والقاهره الكبرى من ناحيه الفنادق موجوده بكثافه، لكن بيعيبها حاجه ثانيه اللي هي الازمات المروريه الموجوده باستمرار، ودي اللي محتاجه يمكن عصر الهلال الجديده وبعض الحاجات والكبار الشغل الكتير اللي اتعمل في وسط المدينه هيفرق كتير باذن الله في الحكايه. طيب بعد كده القطاع السادس من مستورد الى المطريه، كل اللي باللون الازرق ده والاخضر وكذا بيعبر عن خدمات زي ما وضحت لحضراتكم. جنوب القاهره بقى هتلاقوا كل ما هندخل في قطاعات من قطاعات القاهره هتلاقي النقط بتزيد، لان العاصمه طبعا فيها زي ما اتعلمنا لما سلسلنا. القطاع الثاني مدينه رهينه البدرشين، ودي امام حلوان بالظبط قدام مدينه حلوان من الناحيه الثانيه، وطبعا فيها منطقه اثريه مهمه جدا في المنطقه دي. بقى يمكن لما نيجي وقتها يعني ما اسبقش الكلام انه من برضه من خبره حضراتكم خبره اللي بيشتغلوا في المجال الجغرافي او الجغرافيا السياحيه بالذات او في السياحه، هيجد انه سياحه الغرض الواحد ما بقتش مهمه. يعني احنا برضه عشان نحلم نجيبهم بس يزوروا الاهل العائله المقدسه ويمشوا يبقى لها الغرض الرئيسي، لكن لو كنت في الطريق يزور الاهرام ما ينفعش يجي مصر ما يزورش الاهرام، ما ينفعش يجي مصر ما يشوفش المتحف ما رئيس فيها وهكذا. عشان كده كل القطاعات دي فيها اماكن اثريه، سواء سلسلتنا في الاثار الموجودين، سواء اثار فرعونيه رومانيه يونانيه ايا كانت، ممكن بقى برنامج او اخر يتناول اثناء المسار حاجات مهمه تبقى مدعمه بان احنا تديله رغبه ان هو هيجي يزور اكتر من حاجه، مش هيزورها انت اللي عنده بقى سنين يحب جاي يزور مكان مقدس هيجي اللي هيزورها وبالمره يشوف حاجات ثانيه مهمه في مصر برضه نقدر نجيبها. بعد كده من دهشور بقى بني سويف، انا طبعا مش بقى لان احنا ما عندناش البديل الاخر اللي يبقى فيه رحله نهريه تكمل الجنوب يعني. بعد كده القطاع العاشر الفشل والمزار البهنسه، وكل النقط الصغيره دي بنكبرها بعد كده في انسجام عشان نوضحها لانها ما بتبانش بسبب كتر التفاصيل اللي موجوده في الخريطه. القطاع 11 من سمرنوط لديروت، برضه في منطقه جبل الطير وفي الاشميين، في مواقع من مواقع الرحله ديروت الشريف في الجنوب. ثم اخر قطاع اللي هو القطاع 12 اللي بيوضح دير المحره في اسيوط، وبرضه اسيوط مدينه كبيره زي ما حضراتكم عارفين فيها خدمات كتير متكبره هنا هي في السلمان برضه ومير الحسين. الحقيقه بس احنا نفرغ من الحته دي، ده شغل مهم، انا شايفه مهم الحقيقه من منظور احنا عندنا ايه نقدر نمشي فيه في خدمات ولا لا، عشان نقدر نقول للناس تعالوا نتحرك في الطريق ده. ده الجزء المهم في الجزء اللي فات. الحقيقه بقى اختصارا للي فات بقى، العقد السابق للقطاعات ال 12 بيلاحظ انه كتير من نقاط الضعف والقصور في التسهيلات والخدمات السياحيه على طول مسار رحله العالم بس ده نتيجه مهمه، يعني من النتائج المهمه القصور اكتر من التوافق. الحاجه الثانيه فرق اوراق البحر الاساس تسليمها دور ومن سبب لابد من معالجه هذا القصور وتوفير خدمات اساسيه على الطرق، بس مش الطرق والمحطات كمان، يعني المكان نفسه الخدمات الامنيه يعني بس انا ما تطرقتش ليها لانها طبعا بتبقى صعب، لكن احنا عندنا برضه بعض الاوردرز او الحاجات اللي بتتعمل في الجي اي اس ان انا اقدر، وعلى فكره ده خدمه وزاره الداخليه، يعني الجي اي اس دلوقتي برضه الحقيقه كان ليا مساهمه في انه ازاي نختار اماكن الارتكاز الامني في سينا في منطقه جبل الحلال واللي كان بيحصل، نقدر انه الجي اي اس والاستشاره الرعب زي ما بيقولوا كده بتشوف الارض بعين طائر، يعني تشكل الدنيا من فوق وتقدر تحدد دي
بيتحط فين، في مدقات، في اوضاع هنا ممكن يهربوا منين، فالدنيا بتكون اسهل لما بتستخدم التقنيه دي. التسهيلات الفندقيه يعني دي اكتر حاجه زي ما قلت لحضراتكم مهمه جدا، انها لازم يعني اول حاجه لما نقول نجيب سياح لزياره مصادر هذه الاله المقدسه هنقعد نسمع على الاقل ننقل الطاقه بناء على البرامج اللي هتبقى تتعمل على هذا الاساس. الحقيقه انا سالت نفسي مين بينظم رحلات السياحه الاهليه، السياحه الاهليه او سياحه الاله المقدسه في مصر؟ فعملت سيرش كان وقت طويل عشان ما اقولش ان انا ما لقيتش الدور يعني. فلقيت مثلا مصر للسياحه لوكا ايجنت تورز مانفيس ديلوكس كذا، وخدت البرامج بتاعتها. في ناس بتبدا رحلتها من 9 ايام 8 ليالي، في ناس عندها مانفيس عندها 15 يوم 14 ليله، اسعارهم تقريبا في وقت من سنه الكلام ده تقريبا بتبدا من $1000 $1600 من $2500 $3000 الى اخره. اما ده مبدئيا يعني دي الشركات اللي عملت بتعمل فعلا رحلات جزئيه، رحلات جزئيه لرحلات الاهل المقدسه. ما حدش ولا شركه ولا برنامج اتعمل لزياره رحلات الاهل المقدسه من هذه البرامج حقق فعلا الزياره كامله، ما فيش. ده ملخص. الحقيقه الجدول الثاني لو تشوف مين بيعمل برامج تاني بعد كده قلت دول بيعملوا، ممكن ما تبقى شركه عامله برنامج لكن شركه ضعيفه ما بتقدرش تجيب حد. طب خلينا نشوف الشركات القويه اللي بتشتغل في السوق المصري بيعملوا حاجه تخص فيها الحياه والمقاسه ولا لا، وبتمشي ازاي والبرنامج. على فكره انا برضه ما خرجتش عن موضوع البحث في المسار، لان هو في النهايه هياخد الناس دي تمشي فيها ازاي؟ هتلاقي هناك كجغرافيا وكمسار، هيتحرك ازاي؟ هيبقيتهم فين؟ ويعمل ايه؟ عايز اشوف هو بيعمل ايه؟ هو طبعا في اهم 7 شركات بيشتغلوا في السوق السياحي المصري، في السياحه المصري بالاهرامات مختلفه. للاسف مفيش غير منهم 2 بس، وانا سبقت عرض البرامج بتاعتهم هي منفيس ولوك اتليجي، دول بس. الكبار بقى اللي هم كمان تعتبر شركات موجوده بره مصر بتجيب سياحه كبيره لمصر لا تتطرق لاي برنامج لا جزئي ولا كلي لرحله العائله المقدسه الى مصر. الاهتمام بزياره رحله العائله المقدسه من اهم بين الاهم 7 شركات دول ملاها تجاوز 30%، لما نحسب تقريبا 30% من هذه الشركات. برضه زي ما قلت لحضراتكم اهم 10 شركات بيجيبوا سياحه لمصر ولا واحده منهم بتقدم برنامج على الموقع المهم بتاعها ليه علاقه بسرعه رحله العلاج. خطير يعني انا بشوف ده كلام مهم وخطير، يعني ازاي انا ما بشوفش الشركات الكبيره اللي بتتحرك في مسارات السياحه العالميه. النهارده السياحه معتمده على التسويق وعلى الدعايه كويس، لكن الحقيقه في تحالفات من شركات الطيران الرئيسيه في العالم، من شركات السياحه الكبيره هي اللي بتحدد الاتجاهات الرئيسيه للسياحه. فلو انا ما عملتش ودخلت وسط الناس دي وقدمت نفسي انا ببدا زي الطالب اللي بيبدا من الصفر. ده باختصار بالنسبه للشركات. لما جينا عملت تحليل للبرامج السياحيه المقدمه لرحله العائله المقدسه لمصر سالت نفسي 3 اسئله مهمه. ايه هي المده المناسبه لتنفيذ الرحله بناء على المسافات زي ما شرحت في الخرائط؟ انا قسم المسافات بالظبط مع الطبيعه مش من على المسار اللي هو السكتش يعني. الحالة الثانية ايه البرامج المطروحة لغاية كل 4 محطات مسار رحلة العائلة المقدسة؟ هل تقتصر البرامج على مسار رحلة العائلة المقدسة فقط أم تشتمل على مزارات أخرى قد تكون فرعونية أو رومانية أو ظاهرات ومناطق طبيعية أو محميات؟ من إيه؟ من إيه الناس أحيانا حاطوا في برنامجهم محمية في الطريق؟ طيب من تحليل البرامج لا يوجد زي ما قلت من شوية برنامج واحد من كل البرامج المقدمة من شركات سياحية اشتغل على زيارة كل مسارات مسار رحله العائله المقدسه في مصر. وردت الدراسه ان بعض البرامج بعضها ركز على مسارات الوجه البحري، بعض البرامج بعضها ركز على الوجه القبلي، بعضها خد مقتطفات، خد مكانين 3 من رحله العائله المقدسه ومكانين 3 من طريق الخروج، وبعدين يسفرهم من شرم او من الغردقه على ايه؟ على بلد او من شرم بالذات. او للاسف يرجعهم بعد الدوخه دي مره ثانيه بريا مش طيران على القاهره عشان ياخد بعد كده يعني يوم ضايع في الطريق عشان يسافر بعد كده البلد.
زي ما قلت تطرقنا لبعض البرامج نزلت بعض المواقع من طريق خروج بني اسرائيل من مصر زي ايون موسى وبني موسى سانت كاترين. لاحظت الدراسه ايضا ان بعض البرامج تطرقت لزياره مواقع مسيحيه اخرى حطوها على انها مزارات في رحله العالم المقدسه لا علاقه لها بالرحله ولا محطات الاهتمام من الحاجات اللي هتستوعب هذه البرامج. ما زال يتقاعد هي كناس مهمه واسريه برضه لكن هي ما كانتش من الاماكن اللي مرت منها رحله العائله المقدسه. خلاصه القول ان جميع البرامج السابقه اللي اشار اليها تمثل زياره فعليه لمسار رحله العائله المقدسه بالشكل اللي ممكن نقول عليه انها رحله دينيه تمثل حج مسيحي الى اراضي مصر. طبعا يمكن من خلالها جذب المسيحيين في العالم سيما المسيحيين الكاثوليك خاصة بعد اهتمام بابا الفاتيكان لمسار رحلة العالم المقدسة وبعد اهتمام بابا طرادروس بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة بتطوير المناطق المحطات رحلة العائلة المقدسة. أنا الحقيقة بقى بعد ما قعدت درست وجبت المسافات وقعدت أدخل وأشوف وإني راح في الحكاية دي حبيت أنا من منظور جغرافي ومن منظور المسافة المقطوعة ومن منظور الخدمات المتاحة حاليا أنا مش هقول التطور عشان الناس انا عايز اقول دلوقتي ان البرنامج ده انا هستخدم المتاح من فنادق ومن طرق ومن خدمات على الطرق بالشكل القائم الى ان يتم التطوير. فتم عمل الحقيقه برنامج مقترح لزياره رحله العالم المقدسه زي ما حضراتكم شايفين من اول الوصول الذهاب هيقطع كام كيلو هيرجع على كام كيلو البنى المسافه القطع في اليوم كام كيلو اليوم الثالث هنزور مزارات فرعونيه في القاهره والجيزه على سبيل المثال يعني اليوم الرابع الذهاب من القاهره بالبيس بالبيس طرق تل باستا تل باستا سلمون كل موقع الكيلوهات اللي بينها ايه في اليوم ده لحد ما بنوصل وبنختار بقى بريد في محافظه من المحافظات الى حد ما يكون فيها مكان يعني معقول ممكن الناس تبيت فيه وهكذا الى ان نصل الى اليوم التاسع وثم العاشر اللي هو في اليوم العاشر ده فيه خيارين. الخيار الاول انه يرجع مره ثانيه الى القاهره ثم الى بلده او اذا كان في مطار اتوقع في مطار دولي في اسيوط اذا كان ممكن يعود مره ثانيه لوطنه او يكمل من هناك من اسيوط يعمل الرحله الاثريه الفرعيه المشهوره تقريبا اللي ياخد كروز من الاقصر واسوان ويكمل اربع او ثلاث ايام اللي هو عمل رحله العائله المقدسه ورحله اثريه في نفس الوقت. سريعا نتائج الدراسه الاهميه السياحيه الكبيره لمسار رحله العائله المقدسه مصر تتمتع بمقومات طبيعيه وبشريه مش بس السياحه العائله المقدسه ولكن عموما السياحه الدينيه. مصر تتمتع بموقع نسبي مهم جدا بالنسبه لقاره اوروبا، قاره اوروبا فيها نسبه كبيره لو سمحنا نتوقف عندها قارة أوروبا هي أهم قارة سياحية في العالم إرسالاً واستقبال. مصر تتمتع بميزة نسبية إنها قريبة من كل العواصم الأوروبية تقريباً إذا استخدمنا الطرق أطوال الطرق الجوية، يعني طبعاً مش هنيجي أوروبا بره. فكونك تبقى قريب من أهم قارة بترسل سياحين في العالم نمرة واحد دي ميزة نسبية مهمة. الحاجة الثانية إنه نسبة المسيحيين عالية جداً في قارة أوروبا وبالتالي أنت بتخاطب تقدر تخاطبهم وتجذبهم لزياره مسار رحله العائله المقدسه لسببين، السبب الديني والسبب الثاني ان هو اصلا شعوب متحركه بتخرج باعداد كبيره كل سنه خارج الدول بتاعتهم. كثير من الشركات كشفت دراسه ان استغلال كثير من الشركات السياحيه الاجنبيه انهم من موقع مصر الجغرافي والاماكن السياحيه زي ما قلت حضرتك يبدا بمصر وياخدوا على الدول الثانيه يكمل الرحله فيها على اساس انه يجذبوا الاول حاجه مهمه في مصر ويكمل بعد كده. مصر العائلة أول تذكرت إن العائلة المقدسة مرت بأقاليمها التدريسية الأربعة، المناخ في مصر مناخ في جغرافية المناخ بيطبقوا حاجة بيسموها معدل أوليفر أو نشر أوليفر، أوليفر ده عمل معدل يقول الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح في أي مكان عن طريق المعدل ده يقول نسبة الراحة اللي الإنسان يحس بيها، يعني السائح بقى مرتاح ولا في رطوبة عالية ولا قاعد متضايق أو كده. عندنا الحقيقه تطبيق هذا المعدل على كل مناطق رحله العائله المقدسه او معظمها بيدي نتيجه كويسه جدا. طبعا كثير من التطوير موجود ويوجد في مصر محميات كثير بعضها موجوده على المسار. عشان ما اطولش بس لو حاجه جديده ما نواجههاش.
الحاجه الثانيه ان في شركات صغيره هي ما بتخاطبش السائح بره مصر، شركات شغلتها جوه انها تكون شركه كبيره جايه السياح يقول له خد سواقين مصر القديمه وتعالى فيهم، يعني ياخدهم كده هي دي شغلتهم، يودوهم مصر القديمه ويرجعهم بره وكده زورناها جزء من الرحله. فيعني دي برضه من الحاجات اللي لاحظتها. طبعا بنطلب توصيات ضروري اهتمام الوزاره باستغلال السياحه الامثل للمسابح المقدسه بالشكل اللي هو الخدمات اللي المفروض تتعمل. ضروره دراسه التوزيع الجغرافي للفنادق في مصر كلها مركزه في المدن السياحيه الاشهر، يعني في شرم، في الغردقه، مرسى علم، القاهره، الجيزه، الاقصر واسوان. يعني انا متهيألي كده لو حضرتك جبت خريطه توزيع الطاقه الفندقيه في مصر مش هتتعدى 5% من الرئيسيه السياحيه، فلابد ان اعاده النظر في توزيع الفنادق في مصر. يعني كمان الاهتمام باضافه مزارات اثريه في البرامج زي ما قلت لازم يبقى في بعض المزارات الاثريه سواء فرعونيه او رومانيه او الى اخره. ممكن برضه ندخل زياره المحميه مره في احد القطاعات اذا كان في بعض السياح يستهوين، يعني هو طبعا حضرتك عارفين ما ينفعش السياحه زي ما بيحصل في الفنادق لازم يبقى في فئات مختلفه عشان القدره على السفر مختلفه، كمان الميول والاذواق مختلفه. فانا ما ينفعش اعمل ده في البرنامج الواحد، يعني انا حتى البرنامج اللي انا عامله البرنامج المقترح ده لا ممكن يبقى فيه منه اربع خمس نماذج، كل نموذج يخاطب ما اراد احب اثار فممكن احط له اثار فرعونيه او رومانيه. لو انا مثلا حد بطبيعتي بحب المحميات وكذا فممكن يبقى يعني يبقى في تنوع في العرض بحيث ما اقدر اجذب شرائح مختلفه من السائحين. انا مش هسال اكتر من كده، انا بشوف انه ختاما يعني الحقيقه المسابح الاداره المقدسه في مصر هو زي ما قلت مر بكل اراضيها تقريبا، عبر المهبه اكثر من مره، عبر كل الفروع. هذه ثروه بمعنى الكلمه دون يعني دون تدخين، يعني حقيقه دي ثروه كبيره جدا. حضرتك عندك مليارات عدد يعني عدد ضخم من الناس، لو قدرت توفر لهم البيئه اللي تسمح بزياره الرحله بشكل امن بشكل مريح هتجيلك اعداد ضخمه جدا جدا جدا. وانا دايما بقول بحكم شغلي برضه في ابحاث كتير في مجال السياحه او مرافق السياحه، السياحه صدقوني هي ضمن النجاه للاقتصاد المصري، بس يحسن شكرا جزيلا لحضرتك. ممكن نبدأ مراحل. مراحل طبعا لازم هتيجي مراحل، يعني انما هي فعلا الدراسه لازم. انا من رايي حضرتك البحث ده ينشر في الجرايد، ينشر في كل حته ويوصل لاعلى مستوى على اساس ان الناس تحس باهميه الدراسه والمستفيده لكل المناطق دي وكيفيه تطويرها. يعني انا اما حضرتك تقول فندق، طب فندق في حته ما فيهاش سياحه غير كده هيكسب منين؟ ما هو هيلاقي نفسه الدخل بتاعه مش كافي، لازم يبقى في طريقه معينه انه يعوض هذا يعني الدخل ده انه ضعيف انه يعوضه بطريقه ثانيه. حضرتك بتتكلم على رحله لمده 10 ايام، الرحلات السياحيه اللي انا فاهمها ممكن تكون 3 4 ايام، سريع 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 ويروحوا. لا، النظام ده لازم يتغير. ما ينفعش ان احنا نقول للرحله السياحيه النهارده هرم هرم وقلعه ومش عارف ايه وسلام عليكم. لازم لازم نبتدي نفهم الشركات السياحيه حتى اللي في الخارج ان نظام الزياره في مصر دلوقتي هيكون اطول وله يعني فروع مختلفه. ممكن الشخص السائح ينقي نوعيه السياحه اللي هو عاوز يروحها، سياحه دينيه، سياحه شاطئيه، او سياحه اثريه وحضاريه وهكذا. فلازم يكون في تغيير في المنظومه السياحيه بالنسبه للعرض، طريقه العرض وطريقه جذب السائح للمناطق اللي هو مش واخد باله منها. ما احناش كله عرب ومتحف وفخر. ف
يعني اشكرك ان فعلا الدراسه قويه جدا والجي اي اس والنقاط الصغيره اللي حضرتك اظهرتها دي يعني اتمنى انها تطبق على في الواقع. انا كمان اتمنى لا حضرتك لازم تكون اكثر يعني احنا بنعمل اللي علينا ونشيلها بقى اصحاب الكلام. لا طبعا مفيش شك. طيب ميرسي شكرا للدكتور عندي على يعني فعلا فتحت مخنا لمشاكل كتير جدا ممكن الواحد يحاول من خلال الندوات دي ومن خلال البث المباشر للندوه ان احنا تكون في الطريق الى الحل ان شاء الله. ان شاء الله. وانت يا تأتي دور الدكتوره هاله خلف تتفضلي حضرتك على المنصه ستحدثنا عن تقسيمات المكان والمكانه. السائح اللي بيجي علشان خاطر انا نازل اشوف
مصر وبس، لا احنا بدينا ان يبقى في السياحه مقسمه، السياحه موجهه لاماكن محدده وبعينها، ولكن ما زلنا في احتياج ان هي تكون اكتر. النهارده لما هاجي اتكلم هتكلم لو سمحتوا لي عن البذور. البذور يعني سيناء. من هي سيناء؟ سيناء هو مكان، سيناء هو ارض، هو موقع وله مكانه، مكانه في قلوب كل المصريين. لو بدات اني اتكلم فهقول ان سيناء ليست هي جزء من مصر، وانما سيناء هي قلب العالم، تربط ما بين القارات، بينها وبين بعضها. موقع سيناء فهي تحيط بها المياه تقريبا من جميع الجهات، من خليج العقبة، من خليج السويس، من البحر المتوسط، فهي محاطة بالمياه، وده يجعل الموقع بتاعها فهو موقع فريد. تمتلك سيناء وحدها نحو 30% من سواحل مصر. طيب لما اتكلم عن سيناء، طب انا هتكلم عن الموقع الاستراتيجي بتاعها، هي المفتاح لقلب مصر وقلب العالم، هي محور اتصال ما بين اسيا وافريقيا، هي ما بين المشرق والمغرب. سيناء هي بيئه سرده بتحتوي على مقومات للجمال، بتحتوي على شواطئ سريه على ارض يكمن بداخلها العديد من الثروات، الثروات التي تم الاكتشاف والثروات التي ما زالت كامنه بداخلها. سيناء لها معنى، لها اصل، هي باللغه الساميه القديمه او الكنعانيه هي ارض الفرد. اطلق عليها المصريون القدماء اطلقوا عليها ريسو، ريسو بمعنى انها ارض المصريين او ارض البدو. ايضا اطلق على بدو سيناء في ذلك الوقت اسم العام، اطلق عليها كثير من المؤرخين الحرب، وهذا لكسر الجبال التي تحيط بها. أطلق عليها أيضا اسم الإله سين، وهو إله القمر في بابل القديمة، وأطلق عليها كحوت وإله القمر في مصر في ذلك الوقت. أطلق عليها أيضا كلمة بيار أي المناجم أو بيا، وطبعا اللي هي يعني استسمحت في النطق استاذتنا الدكتور عوده تخصص اللغه، وهذا يعني بان مصر من الاف السنين هي تعني المناجم الخاصه بالثروات بالنسبه للمصريين. الاثار التي وجدت وتوجد بسيناء لا ندعي شيئا بها، ولكنها احجار وجدت ومعادن وجدت تعود ل3000 سنه قبل الميلاد، تعود للاسره الفرعونيه الاولى، وتعود الى ناقر او نارن مؤسس الاسره الاولى، وهو اول ذكر لسيناء لهذا الفرعون، لانها كانت مصدر للمناجم النحاس والفلوس. هذه الصوره تعود للملك السابع للاسره الاولى، وهو الملك سمرخيل، صخره كتب عليها اسم الملك. وجد معبر جزء منه المتبقي للالهه حتحور. عرفت سيناء من خلال العصور القديمه بانها مصدر للنحاس والفيروز، ايضا يوجد بها وادي المغاره حيث وجدت رموش تحمل اسماء اهم واكبر الملوك في مصر القديمه. يعني نحاول ان نعرض بان مصر وسيناء لعبت دورا تاريخيا مهما، فكانت منجما للوالد الخام الذي استخدمه المصريون القدماء
في الصمارة. استمر تواجد المصريين خلال العصور الفرعونية والدولة القديمة من الدولة القديمة بداية بالأسرة الأولى بالملك نارمة للأسرة الوسطى. وجد مناجم في سيناء، وجد أسماء للفراعين في وادي النضارة وفي سرابيل الخالد، شيدوا معبدا للإله حتحور، تركوا به مئات النقوش التي حملت أسماء الملوك. أثبتت الدلائل العلمية أن الإنسان المصري عاش في سيناء وقام بتعمير مناطق عديدة وجعلها مناطق آهلة للسكان. بدأ المصريين القدماء بتقسيم سيناء لمناطق بدوية ومناطق أخرى تكون مناطق حضرية. قام واهتم ملوك الدولة الحديثة ببناء الطلوع لحماية مصر. اختصار لما سبقوني من استفاضة بكلامكم، ففي النهاية سأقول بأن سيناء هي القلب، سيناء هي القلب النابض لنا، سيناء هي رمال مخلوقة بدماء محاربين، دماء المصريين القدماء صدوا عنها هجمات كثير، منهم الهكسوس، منهم من قاموا وأرادوا بأخذ هذه الأرض حتى وقتنا الحالي. فهي أرض ليست رمال ذهبية مطلقة، وإنما دماء مخلوطة بدماء المصريين، فهي كنز باقي لنا، كنز لم ولن ينضب أبدا. فتحية شكر وتقدير لأهالي سيناء ولمن سبقوني بالحديث عن العائلة المقدسة. اسمعوا لي، فهي نبذة بسيطة عن بصمة المصريين القدماء، ولنا استفاضة وباع ولكن للبعض. طبعا هو انا بقيت يا دكتور فيدون 13 شبه لكل حته موجوده في سيناء. وبالمناسبه حضرتك مصر للسياحه يمكن لانها تاريخ قديم، فبشتغل بتديني رحلات مخصوصه علشان برضه تزور الاماكن الاثريه الموجوده، وهي في حدود 7 اماكن باستفاضه لنتواجد فيها وفيها هيئه الاثار 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 اللي عملوا فيها استراحات تليق بالسائحين المحبين للاثار. انا عاوز اقول لك طيب توضح لنا حاجه كده.
لجنه التاريخ والاثار، واشكر طبعا على الدعوه الكريمه يعني مشاركتي اليوم، واتقدم طبعا خالص الشكر والتقدير للساده الحضور يعني شكرا جزيلا. طبعا موضوع العائله المقدسه زي ما حضرتك اشرتي طبعا دلوقتي، طبعا في اسئله كثيره جدا تساؤلات دلوقتي، في حاجات كثيره احنا محتاجين دراسات اكثر، يعني مثلا يعني احنا الكتاب استاذ دكتور اسحاق عمان يعني فتح لنا او ادانا اجابات كثيره لتساؤلات احنا كنا واقفين مساله على مده الرحله كانت قد ايه؟ الصعوبات، المصادر التاريخيه كلها اللي تقريبا ظهرت الرحله مثلا كانت السيده العظمه ماريا يوسف النجار والسيد المسيح الكفر، واحيانا من الايقونات اللي هي موجوده في الكنائس الاديره او الكنائس الموجوده في المدينه صورتها مثلا سالومي اللي هي النجوه موجوده مع السيده العظماء اثناء الرحله، وبرضه شق الرحله الذهاب الى مصر والرجوع من مصر، فبرضه دي فاكيد طبعا ممكن يكون في مثلا الافراد كانوا بيساعدوا ممكن، لكن احنا في الايقونات يعني مبدئيا الشخص الرابع الموجود هي سلمي اللي كانت موجوده في الرحله، فنقله ممكن يكون في اكتشافات مثلا اداريات زي مثلا ما في بعثات اجنبيه بتتعاون مع وزاره السياحه والاثار، ممكن يبقى في اكتشافات جديده مثلا اداريات مخطوطات مثلا مصوره ممكن، فيلا دلوقتي طبعا ما نقدرش ننسب، لكن هما ثلاثه واحيانا اربعه. واشكر حضرتك. طبعا انا يعني في الاخر طبعا في الاخر بيبقى صعب جدا ان انا اتكلم علشان الاساتذه القامات طبعا في بدايه اليوم طبعا الموضوع شيق جدا والموضوع دسم جدا ومهم جدا، يعني احنا لسه قبل كده كنا بنتكلم ان هو مشروع قومي ومشروع مش مجرد يعني احنا نقول جذب سياحي او مجرد ان احنا نقول انه السياحه الخارجيه نكسبها، ده احنا كده بنظلم البركه الكبيره والقوه الكبيره اللي ربنا حب بيها البلد. من حيث معنى الرحله زي ما اول كلمه استاذنا تفضل بيها النهارده ان هي بركه ورساله سلام للعالم كله، ويا رب ان احنا شايفين حوالينا بيحصل ايه والبركه دي احنا فعلا لامسينها في بلدنا هنا. فبنشوف ان هي قوه الرحله دي البركه الامان الرساله، فدي طبعا حاجات بلاد كتيره جدا ايا كان انشائها ما يقدرش تتميز بالميزه اللي احنا عندنا، فخصوصيه الرحله دي هو دايما خلينا نطمع نكون طموحين جدا وواصلين جدا ان ما دامنا دلوقتي احنا في فتره طبعا تنميه وفتره طبعا ازدهار قويه جدا، فاحنا طامحين جدا متاكدين ان احنا ممكن نشتغل على نقاط المسار، وممكن ان احنا ال 25 مسار اللي موجودين دلوقتي اللي هتبدا عمليه التطوير فيهم اوريدي بدات كمرحله اولى في خمس نقاط بس وبادئ بالتساوي في نقاط اخرى، لكن ده مش كافي زي ما استاذ دكتور عدلي يعني شرح، محتاجين طبعا شغل كتير ومحتاجين تكاتف مش بس وزاره الصحه مع وزاره السياحه والاثار، وزاره التنميه المحليه، وزاره الخارجيه مهمه جدا لمخاطبه مكاتبنا في الخارج، وازاي نعمل الدعايه، ازاي استغلال قطع الاثريه بتاعتنا اللي موجوده في متاحف المشهوره اللي في العالم، اقامه معارض مؤقته يعني بتذكر العائله المقدسه وبتعمل فوكس على الرحله دي نقدر ان احنا نستغلها ازاي، وبرضه مهم جدا ان احنا نركز على السياحه الداخليه، ان احنا محتاجين جدا يبقى في وعي سياحي باهميه السياحه في مسار العائله المقدسه بالنسبه لجذب السياحه الداخليه، دي مهمه جدا علشان الهويه وعلشان نعرف ان بلدنا تتوقف حاجات كثيره جدا. فانا هبدا طبعا هنا رحله العائله المقدسه، طبعا مبدئيا طبعا ان السياحه الدينيه معروفه ده زي ما استاذ دكتور طبعا ريحان تفضل، وعرفنا طبعا طرق الحج بدءا من كان هي من اقدم انواع السياحه في العالم، طبعا دي مهمه جدا، ومسار العائله المقدسه بالذات له اهميه دينيه مش مجرد لكنيسه مع الكنيسه الشرقيه او الغربيه، هو لمسيحي العالم كله، فطبعا دي ميزه كويسه جدا لازم نحط في الاعتبار، في بلاد قايمه فقط على سياحه الحج وعندها موارد ثانيه، لكن سياحه الحج بالنسبه
دورها في انتعاش الاقتصاد وقايمين عليها من حيث العاديات، من حيث الفنادق اللي استعاد ماركتنج بروفايل البلد دي طبعا ايه؟ مجرد على سياحه الحج. فاحنا لو بدانا نشتغل عليها وما نكتفيش فقط انها سياحه حج، نعمل لها دمج بالسياحه الثقافيه لان مسار العائله المقدسه دلوقتي الملف في خبراء شغالين وزاره السياحه والاثار يعني تحت قياده معالي الوزير السابق الاستاذ الدكتور خالد العنيلي، ده كان العصر الذهبي وكان مسار العائله المقدسه كان اهتمام شخصي، كان معالي الوزير كان هو اللي بيقوم بزياره المحطات بنفسه وكان مهتم جدا بالاحياء، وطبعا نتورك عمل تنسيق كبير جدا بالوزارات وبالمحافظات الثانيه علشان يقدروا ينهضوا. فعلا في لجنه من الخبراء شغاله على الملف، لكن هو صعب. ليه صعب؟ مش حاجه صعبه على مصر، لكن هو صعب علشان النقاط اللي موجوده اللي هي 25 محطه على المسار هي متنوعه، زي ما سمعنا في المحاضره قبل اللي فاتت ان هي عندنا في الدلتا، عندنا في مصر الوسطى، في مصر العليا، عندنا في سيناء، فعندنا في اربع اقاليم. فطبعا كل اقليم ليه خصوصيه ليه الطبيعه بتاعته. كلمه تنميه سهله، عايزه انمي، عايزه احيا، لكن لازم يبقى فيه دراسه لطبيعه المنطقه، تحديات المنطقه، صعوباتها، بقول تعديات صعوبات عشان بنقدر ان احنا نحلها. واحنا دلوقتي بنشوف احنا زي بنحل حاجات كتيره ماشيين على طريق ممتاز. فان احنا نقدر نشتغل على احياء المسار مهم جدا ان احنا نحطه في اطار مشروع قومي عمراني تنموي. عندنا مبادرات قويه جدا، ليه ما نقدرش مسار العائله المقدسه ما يقدرش يستفاد منه مبادره حياه كريمه مثلا دي انحاء الجمهوريه؟ فاحنا نشوف المحافظات او القرى اللي فيها نقاط المسار ونقدر ان احنا ندمجها بالتطوير اللي بيحصل في القرى، وبالتالي رصد الطرق، الخدمات البنكيه ممكن انها تبقى ندعمها الاسعافات، لان لو حطيناها في سياحه الحج فطبعا الشريحه اللي هتجيبنا طبعا هي كبار سن، فطبعا محتاجين الاسعافات الاوليه، محتاجين مستشفيات، محتاجين اماكن صحيه، لان العدد اللي جاي السن اللي جاي هو طبعا سن محتاج ولازم نبقى جاهزين لاي طارئ ممكن يحصل، غير الفنادق، غير الفاسيلتيز الثانيه اللي احنا سمعناها بالتفصيل. غير كده كمان لازم نكون البراند اللي معروف ان المنتج السياحي اللي في مصر ده فريد، ان دي زي ما الاستاذه الدكتوره علا الرجازي تفضلت وقالت ان هي مش مجرد مكان السيد المسيح كان فيه، دي الاسره كلها، العائله كلها كانت موجوده، معجزات لغايه وقتنا الحالي بتحصل في الاماكن دي، لغايه دلوقتي في تراث كتير موجود بيحصل له تنميه، مثلا شجره الملك الموجوده في المطريه لغايه دلوقتي موجوده، وكذا جيل لما بنلاقي بئر بيحصل له معده ولغايه دلوقتي بتحصل معجزات كتيره، معناه الاستدامه دي موجوده، وده طبعا اعظم شاهد لاهميه وتوثيق طبعا للمسار العائله المقدسه. فاحنا لازم نستخدم ان هو ميزه فريده ربنا حل بيها المصر، فبما انها فريده لازم تكاتف كل الشيء اللي طبعا ليه. غير كده كمان ان احنا عندنا الميزه ان اليونسكو في ريبوشيشن، يعني في كافي فايل بيروح بيشوف كومنتس، لجنه محترمه من الخبراء بيشتغلوا في تعاون وثيق. طبعا الكنيسه جزء لا يتجزا، والكنيسه طبعا قايمه بدور مهم جدا في كل حاجه طبعا مع وزاره السياحه والاثار. فان احنا نبقى موجودين مع اليونسكو دي من الحاجات اللي هي مهمه جدا كترويج، ان احنا محتاجين ده، ومش بس ان هو محطوط كتراث لا مادي، لا مادي علشان المعجزات اللي بتحصل، الموارد اللي موجوده، العادات والتقاليد اللي هي بتصطحب مثلا العيد بتاع دخول العائله المقدسه مثلا، لكن الاديره والكنائس الموجوده ده مدرك تحت التراث المادي. فاحنا عندنا المادي واللا مادي مع بعض واليونسكو، فطبعا دي حاجه مهمه جدا ممكن تدينا دفع اكتر وحماس اكتر ان احنا نقدر نشتغل عليه. فطبعا ان احنا الراجل قال له احنا عندنا السياحه الدينيه موجوده في مصر طبعا المسيحيه والاسلاميه من عندنا موجود، لكن ان احنا نشتغل على احياء المسار ده هيفرق اكتر المنتج السياحي اللي عندنا، بما اننا بنقول عليه منتج يبقى ده مهم جدا ان اكيد ننميه علشان البلد وعشان قيمته الفريده اللي عندنا، وبالتوازي علشان الاقتصاد،
ودي طبعا حاجه مهمه جدا ممكن يدير لنا ده زي ما الاستاذه الدكتور تفضل ايه وقالت قبل كده. فمهم طبعا جدا. وبرده من الحاجات الاهميه الداخليه ان احنا بنلاقي التعاون مع الوزارات والمحافظات والانجي اوز اللي هي مهمه جدا. فطبعا التعاون ده كشكل مصر قدام الخارج ده برضه قوه ان داخليا في تناغم بين الوزارات، وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اصدار جديد عن العائله المقدسه ده مهم جدا، وزاره السياحه، وزاره الاثار، التناغم ده مهم، التعاون الدولي وهكذا. فطبعا دي من الحاجات اللي هي مهمه جدا. المسار زي ما حضرتكوا عارفين التركيز على 25 نقطه، لكن هو اكثر من كده يعني. لكن الدوكيومنتيشن او الخريطه اللي هي اعتمدت 25 مسار لو اشتغلنا عليهم ده كويس جدا، لكن في تحديات صعب قوي ان احنا نحط ان احنا ممكن خلال 5 سنين نحط مثلا رؤيه مستقبليه مثلا قصيره المدى وبعيده المدى. هو زي ما نقول هنحطه تحت اطار مشروع قومي عشان هو محتاج وقت ومحتاج وقت كتير. احنا اي نعم دلوقتي انا حاطه سؤال ان هو احنا دلوقتي مش حاسين رغم ان في سياحه جايه، مش حاسين فعلا علشان هو ضخم، علشان هو محتاج كذا يعني محتاج سنين كتيره جدا عشان نبدا نحسه على بعض، لكن في جهد مشهور جدا وجهد كبير جدا على الارض. طبعا الجزئيه المهمه اللي لازم دايما نفتكرها الرحله في طريقين، الطريقين دول مهمين جدا مش بس رحله العائله المقدسه الى مصر، فده برضه مهم. عشان كده انا بس جيت يعني صورتين ان احنا نشوف ان في رحله الى مصر وفي رحله من مصر. هنا السيد المسيح يمسك بيد كبير وهو على رجليه اللي هو ايه رحله العوده. فدي طبعا مهمه جدا، ممكن يبقى في ننسق في الايتينري بتاع شركات السياحه في رحله الدخول ولا الخروج، وننوع في المنتج بتاعنا وندمجه مع السياحه الثقافيه الاثار اللي عندنا. متاحفنا تقريبا احنا عندنا متحف في كل محافظه فده مهم جدا. وعندنا طبعا الكنيسه طبعا وجوه الكنيسه يبقى في متاحف صغيره بتاعه المقتنيات. فده طبعا كله محتاج فوزان حضرتك هو كتير جدا وضخم، تلك ضخمه جدا. فعشان كده محتاجه وقت كتير ايه علشان نركز. انا بس مجرد من الصورتين دول بعرض لحضراتكم طبيعه التنوع. يعني هي مثلا ممكن نلاقي مثلا كنيسه موجوده في المدينه، او ممكن كنيسه دير وجواها في كنيسه، وهنا او ممكن نلاقي مثلا دير على سطح جبل، او مثلا ملكوت في الصقر. فطبعا تنميه منطقه زي مثلا مصر الوسطى مختلفه عن تنميه مثلا القاهره، عن محافظه البحيره، عن كفر الشيخ وهكذا. فالوضع الحالي ان في 5 مواقع اثريه، ده اوريدي بدا في تطوير من رصد ومن بنيه تحتيه، وبرده المبادره بتاعت مصر الرقميه، وان تبقى المناطق برده مؤهله جاهزه يبقى فيها انترنت سيجنال. في برده مبادرات مهمه جدا بين العائله المقدسه دي بتبقى زي التوصيل ان نشوف فرق هي فين مع حياه كريمه مع مبادره مصر الرقميه، وبالتالي كله هيعود على ايه؟ على مصر اقطاع السياحه وعلى مصر ايه كلها. وفي طبعا الجزء الثاني اللي هو جبل الدير والمحاره والدرونكا في المنيا واسيوط. في مرحله جميله اللي هي بقيه محافظات المسار هي كالبصره وسخا وسنمور طبعا ايه؟ وبقيه ايه؟ النقاط. هنا طبعا ده قلته قبل كده ان هو التعاون مع اليونسكو ده طبعا بيودي لنا والفراء اللي عندنا اللا مادي والمادي مع بعض، وعندنا اوقات بنلاقي الاثنين. فطبعا دي من الحاجات قوه الرحله اوريدي مش محتاجه ان احنا نتكلم على قوتها والشخص والنجوم كاملين واللي حصل، لكن مهم جدا ان احنا دايما نذكر ان عندنا لا مادي والمادي وايه هما، ونبرز العادات والتقاليد والموارد، لكن محتاجه انها تتحط في قالب في سيستم زي ما حضرتك دكتورنا استاذ دكتور حتى تفضل يعني مثلا ورانا كنيسه موجوده في اسبانيا، هي كنيسه فقط ب 15 مليون تمام؟ سائح الكنيسه مجرد مقصد تمام؟ فطبعا احنا عندنا المسار كله وعندنا طبعا العادات والتقاليد اللي هي مكمله لغايه دلوقتي في الوقت الحالي. السؤال طبعا اللي هو محيرني وانا لقيته ده سؤال مشترك بيقول ما مدى الاستفاده من التفعيل؟ طبعا ده مهم ان احنا لو فعلت ايه اللي هيزيد؟ ان احنا عندنا الاثار المصريه القديمه عندنا حاجات كتيره وعندنا المحميات يعني عندنا من كل، لكن مسار العائله
25 نقطة يبقى طول الشهر احتفال ناس تيجي مباراة زي كارنفال
ناس بتيجي من بره لمده شهر في مساله ضمان، مش هيقعدوا اسبوع ولا هيقعدوا لي 20 يوم و25، ما ده الشهر كله ممكن اعمله انوع حسب طبعا دراستي ازاي انا اقدر اضمن تدفق السائح رغبات جوه ان انا اشتغل عليه. برضه من الحاجات المهمه جدا دلوقتي طبعا شايفين الاستثمار، ان احنا الاستثمار كل الوزارات دلوقتي بتسعى انها تجذب استثمارات خارجيه، احنا ممكن نطرح برضه مخطط استثمار نجذب بيه لنقاط المصارف وقت الافتتاح، زي ما شفنا مثلا دير الملك حتشبسوت دير البحري، فطبعا دي من الحاجات الكويسه جدا، تسويق مهم علشان نجذب السائح وفي نفس الوقت انا بجيب دخل، فطبعا دي مهمه جدا وده تراث ده تراث عالم مش بنبص على مصر ده كله، واحنا لو دمجناه تحت السياحه التراثيه اللي هو الهيريتج تورست مش مجرد خليته سياحه دينيه او حج، يعني سياحه دينيه وحج لكن تحت اطار سياحه التراث، ففي ناس ما تبقاش مهتمه بالديانه او انهم يشوفوا او ياخدوا ورقه، لكن لما احطوا تراث فطبعا انا هجذب بقى المهتم الديني وهجذب المهتم بالتراث، فكترت الشريحه اللي عندي، زي ما حضرتك شايفين احنا لو قعدنا لبكره يعني كلام ما لا نهايه، لكن هو مهم ازاي نستغله وازاي معنا نسوق المنتج بطريقه فعلا ماشيه مع قيمه المنتج. بعد كده هنا طبعا انا بعتذر ان جزء من السلايدز عدد جزء انجلش، لكن طبعا هنا من الحاجات المهمه جدا ان احنا ندمج السياحه الدين والحج وكمان سياحه التراث بالمواقع اللي هي التراثيه، دي مهمه جدا لازم دايما يبقى الميديا يطرح الرؤيه اللي هي الطموحه اللي هي متفائله دايما، دي مهمه جدا، مشاكل في بلاد ثانيه متقدمه لكن عندها مشاكل كثيره جدا لكن مش ده اللي بيتصدر في الميديا، فمهم جدا ان النظره التفاعليه والمعلومات اللي هي الاوبتميستيك مثلا تقرير وزاره التنميه المحليه في زياره مع وزير الصحه والاثار لموقع من المصر او منطقه ادمونيه ده يبقى في الميديا مكاتبنا تنشر ده دوليا، ده اللي احنا محتاجينه. دلوقتي عندنا حدث كوب 27 مؤتمر المناخ اللي احنا كلنا متشوقين وكلنا يعني بيبقى لنا اسهامات، مهم جدا رحله العائله المقدسه زي ما قلنا البيئه مهمه جدا صح؟ ولازم البيئه عشان السائح زي ما تفضل الاستاذ دكتور عادي قال ان البيئه الرطوبه والحراره والحاجات دي مهمه، المواقع كلها موجوده في الصحراء، فمهم جدا ان انا في مؤتمر المناخ ممكن اشوف منطقه ان انا زي حافظت البير الشجره بتاعتها لسه بتنمو من وقت العائله، وده يبقى زي اللوجو يبقى زي بافاليون كده موجود منه ان انا بسوق للعائله المقدسه، ومنه الموضوع مش بعيد خالص ده موضوع مناخ، والمناخ كان موجود زمان بسبب تدخل الانسان بير تلوث او كده، لكن انا بوعي في مصر في الوقت الحالي اعقمت البير علبه الشجره وموجود، دي رساله ان احنا مش ما عندناش وعي في جزء عنده وفي جزء ما عنده زي اي حته بيحصل فيه، لكن مهم جدا ان احنا نستغل حدث زي الكوب 27 اعلام مقدسه، محدش يقول ده سياحه ده مش لا ده مهم ان انا اخده من برسبكتيف المناخ، وعندنا طبعا الشواهد اللي موجوده الحاجات الطبيعيه موجوده جدا عندنا زي ما تفضلتوا دكتور ايهاب ولانا الشجره ولانا البير اللي موجود. غير كده كمان الاديره طبعا مهمه جدا لازم دايما الترميم مهم جدا يبقى الترميم باستمراريه، المونيتورنج مهم جدا التعاون يبقى اكثر، انا اسف عشان الوقت. بعد كده لازم دايما نشوف الاقدم السياحه محتاجه ايه مننا، دي مهمه جدا مش نعتمد ان السائح عايز فندق عايز شرم الشيخ عايز الغردقه فقط، حرام ان انا عندي مصر كلها زي ما حضرتك برضه تفضلت قلت ان العائله المقدسه لفت مصر كلها مش مجرد كانت في حته معينه، في حتت مهمه جدا لكن ان انا الحاجه البروفيشناليز ان انا امسك منطقه مش ان هي معروفه سياحيا لكن ليها قيمه جدا زي مثلا مسار من مسارات العائله واشتغل عليها واحولها لشرم الشيخ واحولها للغردقه واحولها للاماكن الجذب ان انا ودي تضاف وكل ايفنت اشوف منطقه ثانيه اشتغل عليها واعمل فيها مطار واعمل فيها اربطها بالسياحه النيليه واربطها بايه؟ واعمل مساحه الشباب ممكن ان انا اعمل تارجت لانواع استقطب يعني انواع السياحه المختلفه. طبعا الطيران العارض ده مهم
مهمه جدا، انه يدخل المطارات اللي هي في الاماكن اللي هي بتخدم المسار ده مهم قوي. بعد كده كمان البنيه التحتيه طبعا للمحطات زي مثلا الفنادق، البنيه التحتيه دي مهمه جدا جدا. في حاجات مشهور مجهود كبير بيتعمل عبر، لكن طبعا بقيه الاماكن لازم يبقى كله بيشتغل في التوازي مهم جدا وبقوه يعني، علشان فعلا المشروع يستحق ان احنا نحافظ عليه وان احنا نقدر ان احنا نوريه في احسن صوره. غير كده العاديات دي من الحاجات المهمه، ان انا دلوقتي من افضل برضو الطرق لجذب السائح، الانطباع اللي بياخده السائح لما بيجي بيزور ان هو بيحتاج وبيعوز يتكلم مع الناس. فلما الكوميونتي، لما المجتمع اللي هو محيط بنقاط المسار، لما يحس ان تنميه المنطقه دي يعمل العاديات، وزي دلوقتي احنا عندنا مؤتمر تراثنا، فده من كل منطقه من المناطق اللي هي المسار بتاعت العالم المقدس ليها ميزه، ففيها حرف، فيها عاديات ماشيه مع الموضوع بتاع العالم المقدسه، ده هيدير عائد على المجتمع اللي حوالين النقطه دي او المحطه دي، وبالتالي احنا بننمي المجتمع في نفس الوقت داخليا. فدي برضه من الحاجات اللي هي لكن محتاجه علشان الجذب، محتاجه رقابه، محتاجه انها تتحط في شكل كويس، محلات تتباع زي الحاجه، يبقى معاها معلومات، ومعلومات دي تبقى دقيقه، صناعه مصريه دي مهمه جدا، البراندنج. غير كده كمان انا مش هستفيد في اللي هي العتيبه بتاع شركات السياحه، لكن دي من الحاجات اللي هي مهمه جدا، ولازم الشركات اللي هي حاطه عائله مقدسه ان هي بتبيع بالاسم ده، لازم فعلا على الارض تساهم في تنميه المناطق دي، وكمان انها تجيب السياح وفعلا تمشي على الايتينري ده، مش مجرد يكتبوا الاسم ويبنوا مكان واحد، وده طبعا ده ما يليقش بسمعة مصر السياحية. فدي طبعا مهمة جدا، محتاجة رقابة ايه؟ محتاجة رقابة اكتر. طبعا في حاجات طبعا بتعوق، عشان احنا عندنا تحديات، زي مثلا بنلاقي يبقى في شركات مثلا ما فيش في تنافس، فعشان التنافس مثلا ممكن يقلل المنتج عشان يدي سعره رخيص، الحاجات دي كلها مهمة جدا. بعد كده المعلومات على كل منطقة، احنا مثلا في عندنا احنا شغوفين وكنا مبسوطين جدا، ولغاية دلوقتي كتاب استاذ دكتور اسحاق يعني يعتبر الكونكريت فاونديشن، يعني الاساس اللي احنا مبسوطين ان عندنا في ايدينا كتاب علمي وموثق واكيوريت، ان احنا قاعدين ندي معلومات، ان معظم الاماكن اللي في المسار معلومات بتبقى مهمه جدا، دقه المعلومات والترجمه للغات مختلفه، لان ده طبعا هيساعدنا كتير. عندنا حاجات كتيره مميزات طبعا انا مش هقولها، المميزات اللي عندنا لا حصر لها، يعني انا لو اختصرتها في اثنين او ثلاثه شريحه دي طبعا عندنا مميزات كتيره، لكن محتاجين ان احنا التسويق ومش التسويق السياحي اللي هو العادي بيتعمل لاي مقصد سياحي، ان ده مقصد مش عادي. في النهايه ان احنا لازم نحاول ان احنا السياحه دي مين؟ سياحه حج، ونحطه تحت اطار سياحه التراث، ونزود ممكن سياحه علاجيه، ولا ده بركه معجزات بتحصل، وبالتالي ممكن نشد اكتر ويجب فعلا ننزل على الارض ونشتغل بجديه، والمشروع ما يقفش، لازم دايما الاستمراريه بتاعته مهمه جدا. دي بس تقريبا اخر حاجه، ان احنا طبعا علشان نكسب السياح لازم نضمن كمان التدفق بتاعهم، فالتدفق بتاعهم ده مهم قوي، ان يبقى في التسويق زي ما قلنا، ان احنا نشوف ازاي نقدر نسوق كل مسار من المسارات اللي موجوده حسب الطبيعه بتاعته، ما ناخدهمش رحله العائله المقدسه لمصر، نقسم كل مسار وبالتالي نقدر ان احنا نسوقه حسب طبيعه كل مسار، ما ننساش السياحه الداخليه اللي في مصر، دي من الحاجات اللي هي مهمه جدا. اسف على الاطاله. دكتوره ميري ميرسي جدا على المحاضره وعلى شكرا، بس يعني اتمنى ان يعني التوصيات بتاعت حضرتك من خلال المحاضره، يعني اتمنى ان هي دي التوصيات اللي احنا نقدر ننشرها على كنتائج لهذه الندوه، عشان يعني الناحيه السياحيه اضفتي ويعني كملتي على الدكتور علي قاله، ويعني احنا كده اخذنا الجوانب كلها بتاعه الرحله،
والمحطات والمشاكل اللي بتواجهنا، وفي بعض المقترحات للحل. طبعا الحل مش سهل قوي، مش ولكن يعني تضافر كل الجهات السياحيه ويعني الشغل اللي حضرتك عملتيه ده لو فعلا اتعمل في الكوب في المؤتمر ده، ده من ضمن اهم مشاكل المناخ. يعني فعلا زي ما بتقولي يا موريلو، الشجره ازاي لا زالت خضراء وكل والبيرجيل اللي بشتغل بكل ده، يعني دي نقاط مهمه ممكن الواحد يبرزها في هذا المؤتمر، مؤتمر المناخ. واتمنى انكم تكون لكم اشتراك فيه. يعني في معرض، يعني احنا شغالين على معرض هيكون معرض مؤقت في متحف شرم الشيخ، بس هو يعني ما فيش عائله مقدسه، بس لكن فيه الطبيعه وازاي الطبيعه تطورت كده، يعني لكن ما فيش عائله مقدسه. يعني ممكن عايزين عايزين كل الجهات تحس بينا، تحس بينا وتحس باهميه هذه المواقع واهميه الجذب السياحي، وطبعا تطوير المناطق. زي ما بقول الدكتور عادل ده، ان احنا نعمل سور كده نقفل على المطار، وبعدين مش مشكله اللي حواليه ايه، وبعدين نعمل له فندق هنا ومستشفى هنا برضه يكمل في هذا السور بين السور، عشان ما يشوفش عشان مش هنعرف نطور كل شيء. لكن طبعا يعني اشكركم جميعا على المداخلات الهامه دي، واشكركم واتمنى من خلال البث المباشر اللي يكون فيه ردود افعال طيبه، وبرضو نظل نامل في المزيد من الحلول والتطوير لهذه المواقع. شكرا لكم.